بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة والتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. نصبح عليكم بالخير في هذا اليوم، طبعا الاثنين 13 من ذي الحجة لعام 1438 هجرية، الموافق 4 من سبتمبر لعام 2017. تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني والإخراج الإذاعي، معنا خليفة العنزي في الإعداد والتقديم، أخوكم يعقوب يوسف العوضي، ويا مرحبا بكم يانا من الآن وحتى الساعة 1 مساء. وطبعا راح نستقبل مكالماتكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، مداخلاتكم، رسائل التهنئة إذا عندكم على 600-551-610، ورسائلكم النصية القصير للسمس نستقبل على 7009 على الشبكتين صلات ودو، 7009 على الشبكتين اتصالات ودو. طبعا نهني الجميع، الأمة العربية والإسلامية وقيادة دولة الإمارات ومواطنين شعب الإمارات وكذلك المقيمين على أرض الإمارات بحلول عيد الأضحى المبارك السعيد على الجميع طبعا، وعلى أيامكم إن شاء الله كلها أفراح وكلها عياد وكلها مسرات وبعيدة عن الهموم والغموم والمنغصات إن شاء الله. والله يديم الأمن والأمان علينا وكذلك يعجل بالفرج على الدول المنكوبة سواء كانت من حوالينا أو بعيدة عنا إن شاء الله في القريب العاجل، وكذلك ينصر قواتنا البواسل اللي هم مرابطين على الحدود في القريب العاجل، وكذلك نستذكر شهدانا، شهداء الواجب أو قوات الواجب اللي نحن يمكن نستذكرهم في الذكرى الثانية على رحيلهم، والله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله ويصبر أهاليهم وإلى جنات الخلد. إنزين، عندك مكالمة؟ نقول ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بدي أحكي مع الأستاذ أبو راشد. أبو راشد إجازي أختي، يوم الأربعاء إن شاء الله بيكون موجود. لا هلأ بلش البرنامج كيف؟ هي بس أنا مش أبو راشد، أنا موجود على البرنامج. تفضلي. نعم. تفضلي أختي، شو موضوعك؟ تفضلي. أنا في عندي مشكلة فأنا حابة أحكيها للأستاذ أبو راشد. إذا نسمعك أنت على الهواء يا طويلة العمر، تفضلي أختي. أستاذ، أنا متزوجة وعندي بنتين، أنا سيدة سورية متزوجة وعندي بنتين. من حوالي سنة زوجي تزوج واحدة تانية وترك البيت لأنه بعد ما تزوج طلع من شغله وما عاد قدر يصرف على البيتين. لا مش موضوعنا يا أختي، مش موضوعنا، الله يخليك، هذا الموضوع يا أما في المحكمة يا أما ترجعين. لا ما هيك الموضوع، الموضوع أنه تركني بدون مصروف وبناتي هلأ مرضوا يسجلون بالمدرسة وإجاني إخلاء من البيت لأنه طيب هذا الموضوع اللي أنا قاعد أتكلم فيه، يا أما تروحين للمحكمة يا طويلة العمر يا أما ترجعين سوريا. إزاك الله خير، حياك الله يا أختي، أصبحنا وأصبحنا من كل الله. إنزين، نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير يا مرحبا يا أخوي، الله يبارك فيك. أنا والله اتصلت بس حابب عيد بشكل عام شعب الإمارات بحلول بعيد الأضحى المبارك، وكل شيء مقيمين وعيدكم لألكم وجيش الإمارات. جزاك الله خير، وينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله. شكرا لألكم. منو معاي؟ إذا ما تعرفنا عليك يا أخي. إدوارد إيه، بحكي معك عطولة. أيوة إدوارد، اسمح لنا يا أخي، عتب على الذاكر يا طويل العمر. ينعاد عليكم، فيكم البركة، انتو تاج راسنا. الله يبارك فيك يا ادوار، الله يجزاك الخير، حياك يا ادوار. اذا نحن متواصلين معكم على 600-551-610، ورسائلكم النصية القصير للسمس نستقبل على 7009 على الشبكتين صلات ودو، 7009 على الشبكتين صلات ودو. هالسماعة غيرتوها شو؟ شو ما تثبت غير عن السماعة الاولية. زين، لما أستاذ خليفة جهز لنا. خليفة وين صرت في العيد؟ ليش؟ زحمة؟ والله شو خبروك عن العيد؟ شو أجواء العيد؟ بس؟ والله إنك ذكي. فكيت عمرك من الصدعة ومن الضغط النفسي ومن الحشرة. والأماكن اللي بتصير لها تقدر تصير لها في أي وقت بدون زحمة وبدون مشاكل وبدون لا قدر الله حوادث وغيرها، ووفرت فلوسك أهم شيء في الموضوع. وأحلى شيء إنك رقدت. تعال، كيف كان جدولك؟ ما مداوم ظني كنت في العيد؟ لا
الله يعينك. زي ترى على فكرة معظم الناس ماخذ إجازة ها اليوم أو الأسبوع هذا كامل، فقالوا ما أعطونا إجازة خلنا نأخذ إجازات. زين إذا نأخذكم في جولة سريعة في أخبارنا وصحفتنا المحلية لهذا اليوم، اليوم أستاذ خليفة يجهز لنا أي مكالمة، ولا المستمعين يتصلون فينا أظني راقدين ولا ما أدري بهم وين بالضبط. على العموم إكسبو 2020 دبي يعتزم الكشف عن خطط الإرث خلال سيتي سكيب جلوبل، كذلك دراسة تفريق ساعات دوام العمل والمدارس لتقليل الازدحام في دبي، وديوة 30% نسبة الإنجاز في مشروع شبكات المياه الرئيسية. كذلك يشمل النظام والسياسات والمسارات التعليمية بين المدارس الحكومية توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة. بناخذ الخبر هذا بتفصيل أكثر، اللي هو أعلنت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة ضمن خطط عملها للارتقاء بالتعليم والنهوض به بما يلبي احتياجات الأجندة الوطنية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بالتركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى. ويشكل إعلان توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة بداية استثنائية للعام الدراسي 2017-2018 بقيادة وزارة التربية والتعليم للعمليات المدرسية في العاصمة أبوظبي لتعميم نموذج المدرسة الإماراتية على مستوى الدولة، التي تهدف إلى تقديم نموذج رائد للتعليم بمناهجها ومهاراتها وطلابها ومساراتها وأساليب تقييمها، وإرساء نظام تعليمي في المدارس الإماراتية يتميز بالمستوى الرفيع الذي ينسجم مع رؤية القيادة وإيمانها الراسخ بأن أبنائها الطلبة هم المورد الأساسي أو الأهم وسط موارد الدولة، ولهم الحق في الحصول على تعليم عصري عالمي يواكب طموح الإمارات وخططها المستقبلية. وبموجب اتفاق توحيد النظام التعليمي بين الوزارة والمجلس، ستوحد الوزارة النظم والسياسات والمسارات التعليمية بين المدارس الحكومية كافة في الدولة والمدارس الخاصة التي تطبق نظام الوزارة وتعمم نموذج المدرسة الإماراتية عليها، بما يعزز كفاءة النظام التعليمي في الدولة ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وصولا إلى خطة وطنية موحدة للنهوض بأداء المنظومة التعليمية في الدولة. وستقوم الوزارة من خلال فرق العمل المشتركة باستعراض ومناقشة التفاصيل التشغيلية مع المعلمين والكوادر الإدارية لضمان بداية سلسلة للعام الدراسي المقبل، كما ستتاح لطلبة الصف الثاني عشر استمرارية دراسة مناهج خلال المرحلة الانتقالية العام المقبل ضمانا لتوفير أفضل المخرجات التعليمية للطلبة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن الدولة بفعالياتها ومؤسساتها التعليمية كافة حققت كثير من المكتسبات خلال الأعوام الماضية في مجال التعليم العام، وإن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المكتسبات ضمن إطار موحد واستعدادا للمرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في الدولة التي تتطلب نظاما تعليميا موحدا قادرا على تحقيق الأهداف الوطنية العليا ضمن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية أن تتم عملية تعزيز وتطوير التعليم في الدولة وفقا لخطط استراتيجية شاملة لتكون بوابة دخولها إلى المستقبل والارتقاء بمستوى مخرجاته بما يواكب تطور نوعي في الدولة. على فكرة إذا تبغي تهدم مجتمع أو دولة أو أمة فقط سوي شيء واحد، ما بقول لك ضيع التعليم ولا شيء، لا أهمل في التعليم، أهمل، خلي الطالب يغش فقط فقط، يعني خف الرقابة عليهم وخلي الطلبة يغشون بس، ما تبغي أي شيء من ذا، لأن غش الطلبة كفيل بأن يطلع لك طبيب فاشل ونجح بالغش، كفيل بأن يطلع لك معلم فاشل نجح بالغش، كفيل بأن يطلع لك شيخ أو داعية فاشل يضيع الدين لأنه نجح بالغش، بالتالي يضيع المجتمع. بس خلاص ما تبغى شيء أنت، بس خلي الطالب يغش، راحت الدولة وراح المجتمع وراحت الأمة. الطبيب هذاك بيجري عمليات فاشلة بيتصل الخلق، الشيخ بيضيع الدين لأنه حصل شهادة على الغش، المعلم ما راح يعلم عيالنا زين لأنه بيضيعهم لأنه نجح بالغش، وقس على ذلك طبعا محاسب نجح بالغش يضيع لك ميزانيات الدولة،
مهندسين نجحوا بالغش يضيعوا لك البنيان ويقضون على أرواح الناس وغيره وغيره وغيره. ويا ما شاهدنا أشياء مثل كذا على فكرة. فالله المستعان. على العموم لذلك الدولة اليوم تشوفون دائما في تغييرات، تشوفون دائما في متابعة، تشوفون دائما في سعي حثيث لتطوير التعليم. لأن دائما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد يقول عشان نسلم الراية للجيل القوي. نحن استلمنا الراية وبنسلمها دائما، هذه كلمة لاحظوا دائما يركز على كلمة تسليم الراية. الله يواليهم الصحة والعافية طولة العمر إن شاء الله، والله يعين على الجيل اللي جاي. على العموم نقول ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو يوسف، كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة والسلام يا أختي. يا مرحبا تفضلي. أخويا أنا عندي مشكلة بالكهرباء بإمارة الشارقة. منو معي؟ البناية. وياك سارة. سارة من وين؟ يعني أنا من وين؟ عراقية. عراقية في الشارقة. تفضلي يا سارة. المشكلة بالكهرباء، أنا عندي شقة غرفة وصالة بالشارقة، طبعا أنا طول الوقت بالدوام من 8 الصبح ل 8 بالليل. قائمة الكهرباء بالعادة تجينا 450-400. ابتداء من شهر رمضان والسنة اللي راحت نفس الشيء صار، قائمة الكهرباء من 400 لل 1700 تصير. راجعتيهم يختي في الهيئة؟ راجعتهم أول شهر أنا السنة اللي راحت، راجعت يعني قلت يمكن إيه أوكي إحنا قاعدين بالبيت الكهرباء صارت هواية، فدفعنا 1700 ومشيناها. ظلت تمشي 3 أشهر 4 أشهر على نفس الشيء. يوم راجعتين شو قالوا لك؟ إلى أن راجعت قالوا لي أنه على أساس زايدين على الشارقة، لأنه المالك الشقة مو مواطن، فزادوها 40 سنت شيء على الكهرباء. فقلت له أوكي إذا أنا عندي 40 سنت على الكهرباء فأنت أضرب لياها في قائمة الكهرباء اللي قبل 3 أشهر، رح يطلع يعني تقريبا 750 مو تطلع 1750 أو أباب 1500. قالوا لي أنت ادفعي وبعدين إحنا حندز لك أحد يشيك ما يبتش العداد، وإذا ما بيشيل العداد رح تدفعين يمكن 200 أو 250. قلت لهم ما عندي مشكلة. طبعا إجا وشيكة والكهرباء وهذه، وإجاني اللي شاف العداد قال لي ما بيشيل العداد ورح تنزل لك 250 على قائمة الشهر اللي وراء. عندهم الكهرباء ما شاء الله. نزل حسام موجودة ولا بعتها إجازة؟ زين أخت سارة، بس على أساس أوفر عليك الوقت لأن الموضوع مش عندنا بيكون عند الكهرباء، فبيتواصلون إياك إن شاء الله في تفاصيلهم بيأخذونها عنك. فالش طيب. طيب أوكي شكرا. حياك يا أخت سارة. زين عبد الباقي أنا ما يخصني هو. نقول ألو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ كيف الحال؟ يا مرحبا يا اخوي تفضل. الحمد لله الله يخليك شيخ. بس انا اتصلت بكم ان شاء الله عشان اصيب الخير ان شاء الله وتساعدوني اذا امكن ان شاء الله. في ناس يعني في عندي مشكل باوراقي هون الامارات. منو معي يا اخي؟ معك زكريا. من وين يا زكريا؟ زكريا الزايري من ما سمعت. والحين ساكن داجمان. زكريا تسمعني؟ ايوه بسمعك. تسمع انت من وين يا اخي؟ انا جزائري. جزائري جزائر. زين شو موضوعك يا زكريا؟ انا عندي مشكل بالاوراق، وكان عندي وقع لي مشكل في الشركه الاولى لما جيت هون الامارات. عملوا لي مشكل كنت اشتغل معاهم طيب حبيبي هذا يعني في وزارة العمل، في الشؤون القانونية في وزارة العمل. في وزارة العمل يتابع وزارة العمل والهجرة والشؤون الأجانب. ما اسمعك. زين ناخذ هذا الفاصل ونجي نتواصل معك. لكم تحية أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين رابع الناس من إذاعة والتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8، ورحب بمكالماتكم على 6005516110 ورسائلكم النصية القصير للسمس نستقبل على 7009 على الشبكتين اتصالات ودو، 7009 على الشبكتين اتصالات ودو. فيا مرحباكم يا عنا. انزين نقول ألو. ألو ألو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زكريا معك. زكريا نعم يا زكريا.
ما كنتش اسمعك زين، يمكن حبيبي زكريا موضوعك مش عندي، موضوعك في وزارة العمل وفي المحكمة يا طويل العمر. زين قول الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير ابو راشد. وانت بخير وصحة وسلامة، ومعك بيوسف براشد اجازة، تفضل يا اخي. ابو يوسف والله بعد اذن حضرتك انا محتاج رقم سعادة المستشار عيسى بن حيدر. والله تتصل على 181 طال عمرك وتاخذ رقمه من البدالة. نعم. وبس لي رجاء بعد اذن حضرتك. تفضل. منو معي اخر شيء؟ انا ابو اسلام من مصر. ايوه. انا كنت عامل عمليه القلب هنا. الله يعافيك ان شاء الله. ان شاء الله. وبتعالج من العمليه ديت بقالي سنه، مثلا تكاليف العلاج 750 درهم شهريا. شهريا. وانا راتبي 1500 درهم. وما عندك تامين صحي؟ ما هو التامين هو 750 بالتامين. والله يا ابو اسلام اذا في حد بيساعدك ان شاء الله بنتواصل وياك، رقمك موجود. على بركه الله. الله يعافيك ان شاء الله. حياك الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. هذا ابو اسلام يا اخواني، اذا حد بيساعده شهريا عنده تكاليف علاج عمليه قلب 750 درهم، فاذا حد بيساعده جزاكم الله خير. زين نقول له الو. مرحبا. مرحبتين. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. النور والسرور يا اخوي، وانت بصحه وسلامه وعافيه. الله يسلمك ان شاء الله. يوسف انا عندي مقترح بسيط بس. من الرجال اول شيء؟ ابو هند. من وين يا ابو هند؟ انا المنبرابي بس انا ما رأي مان قبل فتره. نعم. بس عندي ملاحظه بسيطه بس. تفضل يا طويل العمر. شفت اللفه وين دوار المرقاب؟ دوار المرقاب في لفه ترجع نعيم للسيارات. هاي اللفه حسها خطيره. لانه يوم ترد تشوف السيارات اللي جايه من صوب الشارجه والسيارات اللي راديه من الدوار. فاللي بيلف اللفه ما يعني ما ادري كيف احس، يعني اللفه شويه اليوتين قصدك صح؟ خطيره. نعم نعم صحيح. تعرفت المكان ولا؟ والله نص نص، خليفي متابع وياي. دوار المرقاب نفسه او دوار رونا مثل ما يقولونه قبل، في لفته من جاب نعيم السيارات. وين ابراج ايمان هنا؟ معلش؟ انت حين زين الحين خلنا قول وين الحين شو المشكله ابو هند؟ لانك شوف بقول لك عساس نكون اسمعني ابو هند. الموضوع صاير كالتالي، في معظم الامارات اهل الاماره نفسهم يمكن ما يحسون بشيء غريب. ليش؟ لان دائما يسلكون الشارع ويستخدمونه، فهمت علي كيف؟ فممكن حد يجيك من برا الاماره يشوف انه يقول يا اخي كيف هذا الشارع مسوي، فهمت علي؟ المشكله اللفه هي متلفه تيك على. لا 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 انا معاك، اقول لك اذا هو شارع مفروض يكون عام على الجميع، يعني بحيث اني انا يومي من اماره ثانيه ما استغرب الدخل هذه ما تتغير عليه الشوارع، فهمت علي كيف؟ وياك نفس الشيء. بس انا شو ملاحظ يعني قلت بين ما بين اللفه والدوار اساس ترد يمكن 50 متر. يعني انت اذا فكرت اللفه شنو حميه السيارات اللي بتلف اللفه نفسها على اساس انهم يردون. نعم. بعدين ما بتفرق 50 متر اذا اخذ لفه كامله على الدوار ورد مره ثانيه. نعم. لان تعرف اللفه هذه يوم تلفها ثلاث حارات السيارات اللي جايه من صوب المنحنى، من صوب المنحنى اللي جايه من صوب الشارجة. نعم. داشين على ايمان. واللي رادين اصلا من الدوار الحارتين هذه. فانا يوم خدته ما اخذت، يعني انت يوم تلف اللفه ما تاخذ المسار الاولي، لا تاخذ المسار اللي في النص. عشان تتفادى السيارات اللي جايه من مثل ما تقول المنحنى يعني. فانت يوم بتلفها بتعرف. زين. هناك يوم ان شاء الله اليوم. فالك طيب. طالع اللفة. فعلك طيب. وغيره بس سلامتك. الله يحفظك. انت بضابي ابو هند الحين ولا؟ والله تبقى صدق انا الاصل من الشارجة. نعم. بس دام بضابي. ايه. وحياتي قبل كانت كلها في ايوان. ما شاء الله. جزاك الله خير. موزع عمرك صح يعني. والله 4-4-2 مثل ما تقول، بس عاد فريق متكنسل ما عندي فريق. الله يعينك. الله يواليك الصحة والعافية. يا الله. حياك ابو هند. حياك الله. الله يرحمه. زين. خليفة انت شو رايك في الملاحظه؟ انت فاهم الشارع، انا مش عارف اي شارع يقصد. ترى اقول لك اهل الاماره ما بيحسون فيها. زكريا عيد مبارك.
كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. وين صرت؟ وين صير عيد؟ لا لا يعني استقل هذا بابا. اشتغل هنا؟ شغل داخل عيد؟ ليش؟ يسوي كلام بكر؟ لا لا كله لأنه نفر هذا اجازة. كل نفر اجازة؟ وانت ما في اجازة؟ ها؟ مسكين. انت وياه؟ هو خلي انت خليفة. انت خليفة في شغل كله نفر اجازة. خليفة في موجود. اذا انت ما يصير اجازة، اذا انت ما يسوي شغل لازم نفر ثاني يسوي شغل. لا متى يصير بلاد انت؟ ما يعرف؟ اول متى يصير؟ انا رجال كم يجي الحين؟ 8 شهر. 8 شهر عيد بعد تصير 3-4 يوم وتعال. كم في تذكرة؟ كم تذكرة؟ لا لا كم تذكرة؟ تذكرة تكت مال انديا ممكن حمك الله 1000 زي 1000 درهم يا اخي. يصير كم يوم تعال سوي عيد من هناك عند بكر وهذا وتعال. ها شو ما في فلوس؟ وين ودي فلوس؟ كم سنه انت تشتغل الحين ما شاء الله، بعدين موت وين ودي فلوس؟ يعطي حق بكر فلوس؟ الله مشكله انت زكريا، الله يجزاك الخير، الله يحفظك. انت 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 شوف يوم يريد يصير بلاد تعال هني انا اسوي كلام راديو نفر ان شاء الله يعطي تذكره. شو رايك؟ اوكي. متى يصير بلاد الحين انت؟ ها؟ ممكن 3 شهر. اذا الحين اذا نفر يعطي تذكره انت يصير؟ ها؟ ما يصير؟ يعني لو نفر يعطي الحين نفر يسوي تليفون يقول في تذكره حق زكريا، انت يصير ولا ما يصير؟ في بلاد هذا بينك في فلوس واجد. انت؟ لا اعطي هذا حساب. هني؟ لا بلاد. شو بلاد؟ كيف يعني؟ شو هذا بيت استقل. ها؟ في لون؟ لون داخل بنك؟ كم في لون؟ 200,000. 200,000 مال انديا. هني كم؟ 20,000. لا 20,000 ما يجي. كم تي؟ 15,000. 12,000. 12,000. انت كم يعطي كل شهر؟ شهر هذا بنك؟ ايه. لا بعد سنة 8,000. واحد سنة 8,000. كل سنة يعطي؟ كل سنة 8,000 مال هناك ولا مال هني؟ هناك. هناك 8,000. يعني هني 800 700 600 واحد سنة. صح والله زين. ها بيت ما شاء الله. والله أبوي عندكم هذا زكريا كم سنة شغل داخل الإمارات؟ 21. 21 سنة زكريا يشتغل في الإمارات وعليه قرض ب200,000 ربية يعني 12,000 درهم وسنويا يقول يدفع 8,000 ربية يعني تقريبا في حدود 800 درهم وهذا حائل بينه وبين انه يصير بلاده. فاذا حد بيتبرع بتذكره، حد بيتبرع بمبلغ، جزاكم الله خير ميزان حسناتكم. وزكريا ما شاء الله عليه دائما مبتسم. ماما كيف؟ الحمد لله. الحمد لله الحين زين. ورجل بار بوالدتي جزاه الله خير. الحين في شوي شوي كلام الحمد لله. انا يخبر نفرات كل يسوي دعاء ان شاء الله. زين زكريا حياك الله يا زكريا مع السلامه. انت بعد تسوي دعاء. وانت بعد جزاك الله خير. خنزين نقول الو. كم راتبه؟ ما بغيت احرق. الو. 1000 يعني راتب شهر كامل يدفع حق الدين. الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا ويس. النور والسرور يا اخي تفضل. معك حسام من مصر. تفضل يا اخ حسام. الله يخليك. كان عندي مقترح بس بخصوص ال في المكالمه اللي قبلي فعلا بشكل سريع اليوتيرن اللي بيتكلم عليه المتصل اللي قبلي فعلا خطر جدا فلو يكون في تركيز عليه او حل ان شاء الله. المقترح الثاني اللي بتصل علشانه في عندي فكره او مقترح ان يكون في ربط كنوع من الارشادات للمستثمرين اللي بيجوا من بره للمناطق الصناعية اللي في الإمارات زي منطقة جبل علي أو القوز في دبي أو غيرها في عجمان أو في الشرق أو في غيره. في كتير ناس بتيجي أنا أعرف شخصيا ناس كتير بتيجي بتاخد وقت طويل جدا وتجد صعوبة في الوصول للشركات اللي هي اللي هم عايزينها أو المصانع. فلو في فكرة أن يكون في ربط بينهم في المطارات يعني زي مطار دبي أو زاوية أو غيره
يكون في إرشادات زي في الصين. يعني مثلا دولة الصين أنا كنت بروحها بيبقى فيه سهولة قوي, وأنا في المطار أعرف أوصل للمكان اللي أنا عايزه, أو أن أنا مكان يعني توضيح كويس, أو للشركات المتاحة أو المصانع اللي موجودة في المناطق الصناعية, بحيث تسهل لي وصول المستثمر أو السائح أو خلافه أنه يوصل للشركات دي بشكل أسهل شوية. لأن أنا نفسي أعرف أكثر من حد وجد صعوبة شوية في الموضوع ده, فكان ده مقترح حبيت أقترح. زين حسام, أنت وسيط ولا مستثمر؟ لا أنا مستثمر, أنا صاحب شركة هنا. زين ما أدري هل المعلومات هذه أو البيانات هذه مش متوفرة على الويب سايت؟ لا متوفرة. لأن على ما أعتقد كل إمارة فيها اللي هي الحكومة المحلية مسوي الخدمات الاستثمارية أو فرص الاستثمار أو المشاريع الاستثمارية القائمة والموجودة حاليا, حتى عندنا الدوائر الاقتصادية, حتى عندنا الفريزون, هذه كلهم مفروض لهم ويب سايتس, عندهم أماكن ممكن تدخلها وتشوف كل شيء تبغى تشوفه عن الإمارة. هو في فعلا الكلام ده, بس يعني في اللي أقصده أنا مش معلومات ناقصة, هي في شوية بتبقى ناس يعني سريعة شوية, أو يعني عايز يوصل المطار يلاقي سهولة أكتر, بدل ما يدخل ويب سايت أو يحضر, أو لا هو عايز يعرف إيه اللي موجود في جبل علي مثلا, المصانع الخاصة مثلا بالحديد. معلش يا حسام, أنا جاي كبلد, يعني أنا اليوم مش معقول بعشة ليت شنطتي ورحت بستثمر في البلد الفلاني, أكيد عندي خلفية أكيد. أنا أقصد مش استثمار يعني, لا أنا أقصد ممكن بيشتري بس, يعني بيشتري برودكت من مصنع معين, هو عايز سهولة أكتر في, عارف زي لوحات إرشادية أو مجلات أو بروشورز بتبقى موجودة في المطارات بشكل معين, يعني كفكرة تسهل على مش مستثمر جاي يعمل حاجة, أنا أقصد جاي يشتري ويمشي أو يشحن او غيره او يشحن بضاعه معينه البلد. انت مريت بهالموقف؟ صار لك شيء عشان تعطيني مثال اوضح شويه؟ يعني مثلا ابسط شيء, انا جيت مره جبل علي لقيت فيه صعوبه عشان ادخل جبل علي, اخذ وقت وتصريح معين ومن يعني عشان ادخل اشوف الشركه الاول. انت عارف موضوع الفري زون هذا, سواء جبل علي او غيره من المناطق الحره في الدوله, دخولك في الفري زون نفسه وخروجك منه او ادخال او اخراج البضاعه فيها, هذه تعتبر دوله ثانيه. بالضبط. صح ولا لا؟ فهذه الإجراءات صارمة في كل مناطق الحرة في الدولة, أو يمكن حتى حول العالم. وعلى فكرة من خلال اللقاءات اللي أجريناها نحن مع بعض الإخوان في مناطق الحرة, وتقريبا الدولة فيها تنافس الحمد لله, وهذا أعطاهم أفضلية على مستوى العالم اللي أعرفه, أفضلية على مستوى العالم في اللي هو إدخال وشحن وإعادة تصدير البضاعة هذه. طبعا بالضبط, بالنسبة للضرائب والأيدي العاملة وغيره, فهذا اللي أعرفه. فما أدري يعني, اللي أعرف أنهم متابعين كل شيء بدقة, ولكن مقترحك هذا إن شاء الله جميل, وليش ما يكون في المطار فعلا يعني جهة تعريفية تابعة لمثلا فلنفرض التنمية الاقتصادية, إنزين, أو الفريزون, حتى يكون كشك واحد أو محكر واحد نفس اللي هي مال توزيع اللي يجرون سيارات وفنادق وغيره, أن يكون فيها تعريف. أنا يكون عندي نعم شخص واحد يعرف أكثر من السهولة اللي موجودة, حتى لو في شيء سهل في ناس تحتاج, ممكن في ناس يعني بتحتاج الحاجة زي كده. أنا قابلت ناس أكتر من حد, قابل إنه كان يعني أتمنى إنه يلاقي سهولة تسهيل أكتر له, بس فده كان مقترح حبيت أقول. جزاك الله خير, شكرا استاذ حسام, الله يحفظك بخير وصحة وسلامة, حياك الله. شكرا, مع السلامة. والله مقترح الأستاذ حسام جدا جميل, ليش ما يكون فيه, حتى لو إن نحن نقول موجود على الويب, لكن أنا مثلا ممكن جاي من برا كمستثمر ما أعرف وين المواقع الإلكترونية اللي مفروض أدخلها, فيكون في بروشور تعريفي أو موظف مثلا استقبال يخبرني, يقول لي مثلا تعال إذا أنت تبغى تستثمر أو عندك كذا. حتى بالنسبة للسياح, ترى في سياح جايين وهم جايين حق السياحة فقط, محطين بالهم سياحة, يعني جايين مسوين باكج مثلا بيدش فندق الفلاني, بيصير الأماكن الفلانية للسياحة, وهم ما يدري أن البلد فيها مثلا فرص استثمارية, فيها عقارات للبيع, فيها مثلا مجمعات سكنية فيها وفيها وفيها, أو ما يعرف كل الأماكن. فليش ما يكون عندنا في المطار جهة تابعة للحكومة المحلية, أو كذلك ممكن أجيب الحكومات الثانية, أخاطب الحكومات الثانية مثلا, يعني مثلا عمان ما فيها مطار دولي مثلا, أو الفجير ما أدري فيها ولا ما فيها, المهم على حسب يعني المطارات هاي, أفتح المجال للإمارة الإحذالي مثلا, أقول له تعال, فنكون إمارتين في نفس المكان, أي مستثمري أبسط عليه الأمور.
اعرض عليه الفرص الاستثماريه، اعرض عليه العقارات اللي موجوده، اعرض عليه غيره، فتكون يعني المساله مسهله اكثر على الاخوان السياح او التجار او المستثمرين او رجال الاعمال. والله الفنادق ادركوا المساله هذه، فلذلك تحصلون متوزعين، حتى في المولات متوزعين، حتى في المطارات متوزعين، فهي نفس الفكره تقريبا. جزاك الله خير يا استاذ حسام. انزين نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يوسف ايش حالك؟ يا مرحبا يا اخوي، تفضل. سلام عليكم. وانت بخير وصحه وسلام وعافيه. الله يسلمك. يا ابو راشد. من وين يا ابو راشد؟ من الشارقه. تفضل يا طويل العمر. لا تفضلك. غالي انا عندي اشكاليه ويا هيئه الكهرباء مياه الشارقه. هيئه الكهرباء والمياه في الشارقه. ايه. زين قول يا ابو راشد. غالي في تقريبا في شهر 4 استوت عندنا اشكاليه انقطاع التيار الكهربائي عندي في انا عندي منشاه فندقيه في الاماره. على الكبنش كنش الشاربي. تفاجأنا نحن أن في انقطاع في التيار الكهربائي. نحن قلنا ما شغلات يمكن ربع ساعة شيء يستوي يعني. الانقطاع هذا تم تقريبا في غضون 5 أو 6 ساعات تقريبا. طبعا هاك اليوم نحن عندنا جروب سياحي خسرنا مبالغ كبيرة. هذا الموضوع كله باي ما عندنا خلاف فيه نحن. لكن الإشكالية اللي تمت يعني أنا اليوم مستثمر وصاحب منشأة فندقية ومتضرر في هذا الموضوع. أكتشف الله يسلمك في الفاتورة اللي جاتني في الشهر اللي عقبه إن هيئة الكهرباء حطونا نحن مبلغ تعجيل نحن ما نزل فيه يعني الجماعة تعرف كناش الشارجي حاليا في شركة اللي هي قائمة بأعمال التطوير البنية التحتية. كيف الشركة هذه أتلفت الكيبل هذا خاص بالمنشأة الفندقية. تتفاجئنا نحن في الكهرباء أن حملوا التصريح على المنشأة. زين ما أريد أبقى جماعة حنا تليفواتي نظامية أدفع لكن تحملوا لي عطل أنا ما لي ذنب فيه يعني سبب في شركة حملوا لي إياه. اكتشفنا نحن هذا الموضوع عملنا رسالة وجهناها حق مكتب مدير العام ولا أنا رد في الموضوع. تفاجأت أنا في يوم الاربعاء اللي طاف الجماعه جايين من الكهرباء مسكرين العداد المي. ليش يا جماعه الخير؟ هاي منشاه فندقيه وانا عندي دافع ضمانات انا في تامين يعني اذا اليوم انا تخلفت عن سداد مبلغ يا اخي اقسم من التامين اللي هنا تصرف يعني لكن تقطع المي وانا ما عندي علم في الموضوع هذا. وهذا مشروع سياحي يعني ما يجوز التصرف اللي يتصرفونه الاخوان يعني. احنا قدمنا لكم رساله يا اخي ردوا علينا ابنه يعني انا ماري اذا انا متسبب فيه يا اخي واجهوني قولوا لي انت متسبب في العطل هذا وها. لكن نحن عندنا ما يثبت يا اخي الشركه اللي اتلفت وعندنا تصوير وعندنا كل حاجه. الجماعه حتى ما اتصلوا فينا مكتب مدير العام ولا قالوا ان شاء الله فالكم طيب وان شاء الله وما في داعي. زين براشد الحين سؤالي من اللي اتلف الكيبل؟ شركه مطوره لل ممتاز. الشركه هاي منو متعاقد وياها؟ الحكومة. زين ليش انا اتحمل مسألة غلط شركة الحقوق الحكومة متعاقدة وياها؟ هذا الكلام اللي نحن قلنا لهم يا جماعة الخير. شو الرد اللي ياك؟ نعم شو الرد اللي ياك؟ ما يعني رد. وكم قيمة الكيبل؟ قيمته تقريبا التصليح 7000 لكن شو سووا هم الجماعة حملوا المشاة لان فيها المشاة عندنا نحن فيها اكثر من عداد. زين حملوا الفاتورة على عدادين يعني 3.5 تقريبا و 3.5. بغض النظر الحين كم حولوا وما حولوا بس انا سؤالي الشركه دائما انت يوم تتعاقد سواء حكومه او خاص يوم تتعاقد مع اي شركه باجراء حفريات او بتمديدات او بغيره في عندك بنود جزائيه ان اي ضرر يترتب عليه او انت بتبطل اي شيء لازم ترد تركبه مثل ما كان على حسب ما هو الموجود. يعني الحين مثلا اتصالات اللي انا اعرفه ساعات عندهم تمديدات جديده في البيوت هذه في المناطق السكنيه الجديده اذا هم بطلوا او حتى الكهرباء اذا بطلوا لك الانترلوك مثلا انزين ومددوا وما حصلوا نفس الانترلوك او التمديدات اللي عندك سواء انترلوك سيراميك رخام شو ما كان ما شيء مضطرين انهم يجيبوا لك النوع اللي انت تباه اللي انت تختاره وتتركبه مره ثانيه ويركبوا لك اياهم. يعني هم يتكفلون مسؤوليه ارجاعها مثل ما كانت. يعني هاي من ضمن العقود والبنود الجزائية اللي تكون ما بين المنشآت.
زين الحين انا شركه جيت تعاقدت معاك انت يا اخي، انا سويت، انا اتلفت، انا غيره، في بنود جزائيه علي انا المفروض انا اتحملها. الحين سؤال، كيف انتم تحملون المنشاه او صاحب البيت او صاحب العقار او صاحب شو ما كان تكاليف غلط غيره؟ هذا على حسب كلامك ترى، انا ما ادري. ها الحين الموضوع عندهم هم، وفي مسؤولين على فكره في الدائره الاقتصاديه، في البلديه، في الهيئه، هيئه الكهرباء، كلهم راصدين البرنامج ومفروض يتصلون فيك ويشوفون شو الموضوع بالضبط، ان هذا خلل معناته. انا اليوم انا خل يعني انا رجل مستثمر، انا ما اخذ المنشاه، باخذ استثمار، عقد استثمار بيني وبين المالك. نعم زين. يعني اليوم اذا يعني هم الجماعه يعني المالك زين اوكي، ليش ما فرضوا الجماعه على مالك العقار؟ بعد صح كلامك، ليش يفرضون علي انا كمستاجر يعني؟ نعم. ليش؟ لان هم نعم انا مستاجر والجماعه ما انا ما يخصني حتى هذا يعني. اذا انت تتكلم عن المبنى والمبنى تضرر او المبنى تسبب بالضرر او في اي حال من الاحوال، اذا تبغى تحمل المالك، ما تحملني انا كمستاجر او كمتضرر اصلا من كل صوب. يعني كفايه الضرر اللي واقع عليه، يعني فوق هذا كله تحملونه؟ زين، مو هاي الاشكاليه يا اخوي. زين، فالك طيب يا ابو راشد. خلينا نشوف الاخوان، بنحاول نتواصل وياهم، عندنا علاقه نحن وياهم، وجزاهم الله خير يعني، الله حق بعد الجماعه متواصلين في هيئه الكهرباء ومتجاوبين اول باول، فخلنا ناخذ منهم التفاصيل ان شاء الله. غلط بيوسف انك ما يعني الموضوع اللي حصل يوم الاربعاء، يعني انت تجيني قبل الاجازه الرسميه تقطعني الكهرباء وتخليني انا متلته في يوم طبعا احنا راجعنا من فرع الزلزال. قال والله اخوي انا ما اروح اسوي لك حاجه عليك فاتوره وتبع. يا جماعه الخير، احنا رافعين شكوى حق مكتب المدير العام، ممكن انت تاخذ جزء من المبلغ الحين زين؟ ونحل الموضوع احنا بعد العيد. قال لي لا اخوي ما راح اسوي، ما ممكن اسوي لك شيء، ما يستوي اخلي المنشاه فندقيه انا بدون ماي. جينا دفعنا الفاتوره نحن بالكامل، فهمت كيف؟ يعني ما يستوي انت بعد تعودني من الليد اللي تعورني، فهمت شو قايل؟ فهاي الاشكاليه الغاليه. نحن نبا حل، لان يعني احنا اليوم منشات فندقيه، نحن اليوم نمثل كمنشات فندقيه في الاماره، نمثل واجهه سياحيه، مش معقول يعني الاشياء اللي نشوفها نحن من الهيئه. كيف يا اخي ما عليه كل انسان يترتب عليه مبلغ امور شغلات يا اخي. بعدين اسمح لي على الكلمه ابو راشد، انا بقولها واتحمل مسؤوليه كلامي. اليوم انت مواطن ولد البلاد قاعد تتكلم هالكلام، صح ولا لا؟ معلش يعني انا اتحمل مسؤوليه كلامي، انت ولد البلاد وتتكلم هالكلام. اول شيء نحن نفتخر ان عيال البلاد يديرون مثل هذه المشاريع، ثاني شيء انت ولد البلاد تقول والله يا اخي ما يستوي كذا 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 كذا، انا متضرر والى اخره، وقدمت رساله وغيره. فلنفرض ان الحركه هذه صارت مع احد المستثمرين الاجانب، شو بيسوي فيك؟ اول شيء بيشهر لك في مواقع التواصل الاجتماعي، ثاني شيء يمكن يصير يرفع عليك قضايا ودعاوى، رابع شيء بيفضحك من بين التجار والمستثمرين، خامس شيء ممكن يسبب بضرر اقتصادي للإمارة، لأنه يقول لك أنت هذه بيئة طاردة للاستثمارات بسبب سلوكهم. فالموضوع له تبعات ترى، مش موضوع قطع كيبل ولا قطع كهرباء ولا دفع مبلغ ولا غيره، له تبعات كثيرة. أنا رجل الله يسلمك في الإمارة، خصوصا في مجال الفنادق، أنا من 20 سنة كيف، وأنا أعرف قبل 20 سنة كيف كان التعامل. في فرق كبير. نحن اليوم في قطاع السياحة، نحن بالعكس نشجع كل مواطن اليوم ينخرط في هذا القطاع، بالعكس يا أخي. لكن يا أخي إيد واحدة ما تصفق، نحن نبغى اليوم دعم من المنشآت الحكومية، من جميع المنشآت الحكومية، دعم للمواطن يا أخي. نحن اليوم ما طلبنا حاجة. أنا كان سيرتي يوم سبت يوم الأربعاء، يا جماعة الخير اليوم خلاص الجماعة أجزوا، وأنا عرفت للأسف الساعة 3 يعني بعد انتهاء الدوام الرسمي، فهمت؟ صرت بنفسي جاي من الدوام متعني، أبلغوني من إدارة الفندق إنه والله الجماعة جاوا قطعوا الماي. صرت لهم هناك يا أخي أنت مناوب، أنت مسؤول، يعني أنت بي أنت توم تحل يا أخي، نباك تحلنا حل مؤقت، إحنا ما قلنا لك شيل المبلغ، لكن في شكوى، في مشكلة مستوية، وقدمنا رسالة رسمية حق مكتب المدير العام لبارد. زين، فقال لي ما رو ما أسوي لك شيء، أدفع الفاتورة اللي عليك. يا هذا مو كلام يعني، اضطريت والله في النهاية أدفع المبلغ. زين، صرت أدفع المبلغ بالفيزا، رد الكاشير شو قال لي؟ قال لي لا، في عليك شرط فيزا يا اخي. يا جماعه الخير، ترى الحين وزاره الاقتصاد تمنع ان احنا منشات فندقيه زين من ان احنا ناخذ الشرط الرسوم على الكاستمر يتحمل اي منشاه. كيف انتم هي حكوميه تحملني انا الشرط؟ والله بالفعل قلت له يا اخوي خايس توكل على الله، خذ مني شرط. ما يستوي هذا الكلام يا يوسف، احنا نبغى الله يسلمك دعم، احنا مبطلين والله. موضوعك يا طويل العمر ما يحل غير
مع احترامي الشديد يعني، يا اما مجلس تنفيذي في اماره الشارقه ويشوفون حل بالنسبه للمستثمرين يكون عندهم جهه، او يتدخل فيها طال عمرك ابو محمد جزاه الله خير. وهو عند الصيف القاطع يعني، الحل القاطع عنده هو، وهو ما يقصر طال عمرك ما يرضاها في عيالها. الله يسلمك، احنا نبغى نوصل صوتنا، نحن نبدا بالعكس، احنا قلبا وقالبا مع الحكومه في كل حال، فهمت؟ احنا نكافح، وتعرف انت الوضع الاقتصادي اليوم، لكن احنا نبغى دعم يا اخي. انا مواطن يعني، اليوم انا انخرطت في هذا القطاع، لكن نبغي دعم، بس لا اكثر ولا اقل، ما نبغي دعم مادي، لكن دعم معنوي يا اخي، بس هذا اللي احنا نبغى. الله يفرج عليك ان شاء الله، والله ييسر لك امرك ويعوض عليك يا ابو راشد، دفالك طيب. الله يخليك، الله يحفظك يا طويل. الله يخليك. عفوا ما بعلق من دام اني كحيت على الشارجة. زين، كهرباء الشارقة، هيئة الكهرباء في إمارة الشارقة، ها كله من شو اسمه هي؟ موزة. موزة الحصان سافرت وهقتنا نحن، ولا هي مسكين يوم موجود الأمور كلها يعني ميسرة. انزين، هذا يقول أبو يوسف، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، وشعب الإمارات وحكامنا كلهم بخير، قسم الولاء ما عليكم أمر. أبو ميثة جزاك الله خير، أبو ميثة فاضل طيب. أبو ميثة صباح الخير، كل عام وانتم بخير، أرجو الاتصال. شو الموضوع يا طويل العمر؟ خليفة شفت هذا 52 10 52. أزاي السلام عليكم جميعا وصبحكم الله بالخير، أخوكم ببرعي، تحياتي لك يا ببرعي، رسالتك ناقصة يا ببرعي اليوم، ما أدري شو السالفة ولا مطرشنا على الدفعات. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هني حكامنا وشيوخنا الكرام وجنودنا البواسل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. زين، وأبعد سلامي لكم للأخ العزيز يوسف محسن، حفظكم الله، أخوكم ببرعي، جزاك الله خير يا ببرعي، مشكور على التواصل يا ببرعي، تحياتنا ليوسف محسن. زين، أم فهد جزاك الله خير، تقول صباح الخير، والله يحفظ الإمارات، من سوريا، تحية كبيرة للإمارات الحبيبة أم فهد، تحياتي لك يا أختنا أم فهد، وتحياتنا لكل أهل سوريا. إنزين، تحياتي لك يا أبو حمد، مشكور على التواصل، كل عام وأنت طيب، وعساكم العايدين والسالمين والغانمين إن شاء الله. محمد حسن شاهين، صاحب الشاهين للاستشارات الهندسية، ما أدري أبو حمد وصلوا وياك ولا لا الجماعة، ويقولون البنيان في غلا في كذا، ما أدري، واحد يقول باني بيت أظن مكلفنا مليون، فالحين بيبني نفس البيت من فترة بسيطة يعني، من بينهم شهور تقريبا، فبيبني نفس البيت كوبي بيست نفس الشيء، كلف يقول في حدود 1,400,000 تقريبا، في 400,000-300,000 فرق، ما ادري والله هل هذا الكلام صحيح ولا لا يا ابو حمد. العموم لاي استشارات بنائيه او هندسيه او هندسيه معماريه او مدنيه ممكن تتواصلون يا اخونا ابو حمد جزاه الله خير، محمد حسن شاهين، 0504360008 0504360008 يعني 466-008. أبو حمد يقول كل اللي يتصلون فيه ربعي الأوليين يسمعون رقمه، يدورون رقمه ما يحصلونه، فناخذ أجر من صوبين، للي يبقى استشارات هندسية أو للي يبقى يتواصل يا أبو حمد بعد محمد حسن شاهين، ريالي زاه الله خير سمعته طيب يعني. انزين، كنت عايز رقم الراجل صاحب عملية القلب لو ينفع. والله ينفع، ليش ما ينفع يا طويل العمر، فالك طيب جزاك الله خير. انزين، هذا يقول كلام الاخ صحيح، المشكله ان المخرجين باتجاه اللفه يعني عدد سيارات كبيره، وتنتظر او ننتظر المخرجين يخلو من المركبات، مرات مخرج يكون فاضي ومخرج يكون فيه سيارات ما تقدر تلف، لازم تنتظر، معناته في خلل خليفه، لان هذا ثالث واحد يطرش ملاحظه على نفس اللفه. إذا عندي اقتراح أن يكون هناك يوم بلا رادار أو أسبوع نفس يوم بلا مركبات، والله اقتراحك جميل، بس في نفس الوقت لازم نوقف الشرطة والمستشفيات كلهم طواري في هذا اليوم، ونتخيل نسبة الحوادث اللي الدولة اليوم قاعدة تبذل الغالي والنفيس في تقليل نسبها بأن ترتفع، ونعوضها كلها في يوم واحد. لأن شوفه هنا يقول لك شهد 10 وفيات خلال النصف الأول من العام الجاري، شارع الإمارات الأكثر خطورة في الإمارات، وحوادث الوفيات انخفضت
خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. طيب الحين نحن في السنة هذه خفضنا نسبة الوفيات عن نفس الفترة في العام الماضي. طيب إذا جينا سوينا يوم بلا رادار، تخيل أنت شو اللي ممكن يستوي. تخيل الونانات والإسعافات والمستشفيات ودوريات الشرطة وساعد اللي تخطط، وهذا شو بيكون وضع؟ يعني ممكن تتخيل السيناريو؟ لا قدر الله، أنا ضدك تماما بهذا الاقتراح. إنزين خلنا نقول إنزين ليش ما يكون في مش يوم بلا مخالفات، أو خلنا نقول يوم بلا مخالفات، شو رأيك نطلق حملة بأن نحن نسوي، خلونا ها يلا الحين على الهواء لكل اللي يسمعوني، خلونا نسوي ونتعاون مع وزارة الداخلية جزاهم الله خير، مع إدارة المروران خليفة نسوي أسبوع، ولا تزعل يا أخي، خلونا نتفق نسوي أسبوع بلا مخالفات. إنزين ونتعاون مع إدارات الشرطية في الإمارات بأن يرصدوا لنا عدد المخالفات في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو في هذه السنة، ما أدرون سنة، لكن خلنا نقول شهر أو أسبوع. أسبوع أنا أقول خلنا نبدأ بأسبوع. إنزين أسبوع يطلقون الحملة من إدارات المرور جزاهم الله خير بأننا نبغي نسوي حملة أسبوع بلا مخالفات، نتفق كلنا بأن يلا نحن بنخسر الشرطة ما بنربحهم هالأسبوع وما بنسوي مخالفات وما بنخلي الفلاشات تضرب، خلنا نقول أسبوع بلا فلاشات نسميه كذا، يعني مسموهم دائما جزاهم الله خير طلعونا مسميات جميلة، فنسوي أسبوع بلا فلاشات، شو رأيكم؟ خلنا نسويها بالعكس، يعني ليش تطلبون أنتم دائما منهم هم يسوون كل شيء، خلونا نحن نسوي. انزين والله حلوة هالفكرة خليفة، نسميها أسبوع بلا فلاشات، تحدي مع الفلاشات مع الرادار، بعد الرادارات تطورت الحين بدون فلاشات استوت بالليزر. انزين عندي اقتراح. انزين لا يقول يوم زكريا يداوم عندكم إيش حقا ما تعطونا وحليلة؟ والله ما تعرفون أنتم منو اللي يعطي منو اللي ما يعطي، لكن نحن نتكلم بظروف صفة عام، وبعدين هذا اللي يعطي ترى نحن مليون مرة نقول اللي يعطي هم أهل الخير من مثلكم وشرواكم، ترى نحن ما عندنا هنا صندوق ننفق منه، حتى الإخوان اللي يجونا على الباب نقولهم هالكلام، نقولهم نحن كل اعتمادنا على أهل الخير اللي مثلكم من المستمعين جزاهم الله خير. وهو يقول نفس الرسالة، الأقربون أولى بالمعروف. زين يوم المصرف المركزي قسم الشكاوى ما يردون على المكالمات، كيف الواحد بياخذ حقه من البنك؟ بسيطة، توصل عندهم وتشوف شو الإجراء، وإذا ما سووا لك شيء طال عمرك هم بيقولوا لك، بيقول لك الحل عندنا ولا مش عندنا، فإذا مش عندهم الحل بيقول لك بيحولك على المحكمة، أو ممكن جزاهم الله خير يعني في كثير من الأحيان يعني وايد حالات والله مرت ما جاملهم، لكن يتواصلون إياهم ويصيرون هم يتصلون في البنك ويشرحوا لهم الموضوع فيحلون الموضوع، يعني كذا حالة صارت. زين يمكن حركة قطع الكهرباء ما راح تطبق على الأجنبي، راح يسألونه قبل. كلام قوي. زين كل عام وانتم بخير. محمد أبو سرية من الأردن، تحياتي لك يا محمد، جزاك الله خير وحبك الله الذي أحببتنا فيه وأحببتنا من أجله، جزاك الله خير، إن شاء الله نكون عند حسن الظن. زين علامة الوجه المبتسم على طريق الشيخ محمد بن زايد له مغزى كبير، وخاصة توزيع اللغات لجملة قد بأمان للي يفهم المغزى. أبو محمد، أيوة يا أبو محمد صح كلامك، والله حركة جميلة أنا ما شفتها في أي مكان في العالم، على شارع محمد بن زايد حاليا أظني الأشغال مسوين حركة جميلة، محطين هابي فيس اللي هو الوجه المبتسم على الشارع تحت على الجار، وكاتبين بمختلف اللغات مثل ما قال أخونا أبو محمد، قد بأمان للي يفهم المغزى، فافهموا المغزى يا أخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلب حوادث الوفيات نتيجة جهل السائقين وعدم وجود ثقافة مرورية كافية، لكن السرعة هي أحد الأسباب أو أسباب الحوادث المميتة. كلامك صحيح 100% بالذات بعض الجنسيات الله يهديهم. نزين نقول ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم أخوي أبو يوسف. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي، إن شاء الله كل عام أنتم بخير والإمارات كلها بخير. آمين يا رب، الله يطول في عمرك يا رب. أخي أبو يوسف، من بعد أمرك أنا من شي 3 سنين أجيني طفل الحمد لله، ويوميته من وين معي أول شيء أخوي؟ أحمد معك. أحمد من وين يا أحمد؟ من سوريا من حلب. أنا تفضل. طال عمرك يوميته الحمد لله رب العالمين تيسرت الأمور بفضل الله وفضلك يعني وفضل الأستاذ عيسى بن حيدر، يعني الحمد لله رب العالمين تحلت أمور تكاليف المشفى تبع الولادي، فأنا الحمد لله من شي وقفة العيد
وقفة عرفات اجتني بنت الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين اموري بخير. انا ابو يوسف لا علي دين ولا علي شيء، بس انا برقبتي الوالد والوالدي وراتبي 5000 درهم. الصراحه الحمد لله مستور وعايش بامان، بس ما عندي استطاعه انه ادفع هلا تكاليف الولاده الصراحه. كم تكاليف الولاده يا احمد؟ 7200 درهم. ليش ما نزلتها على سوريا خليتها تولد هناك؟ والله طويل العمر ما فيني انزلها، لانه وضع عنا بسوريا متخربط شوي بحلب. يعني انت ما تتابعنا صح؟ انا بتابعكم. لا انت ما تتابعنا. لا والله بتابعك يا اخوي. شوف انا بتكلم نيابه عن السوريين، ما بتكلم على الثاني. انا يعني يوم بتكلم الحين بتكلم نيابه عن السوريين. الاخوان السوريين زعلوا منا زعل غير طبيعي. منو سبب الزعل هذا؟ ما بعرف. انت وامثالك يا احمد معي؟ العمر في بلاد بسوريا ماشي الامور. مش في بلاد، عفوا يعني على الكلمه بلا. يعني انا ارجع اقول لك، انا ما اتكلم اليوم او الحين ما برد عليك يا يعقوب يوسف العوضي الاماراتي المواطن اللي يقدم البرنامج. انا الاخوان السوريين طلبوا مني ان ارد هذا الرد. زين قالوا لي بوي بطلوا تشحتون باسم سوريا وبطلوا طلبات باسم سوريا، وناس اتصلوا فينا وسوينا يمكن كذا حلقة وكذا مكالمة يتنا، والناس هاي موجودين على فكرة. يعني مش كلام عشوائي ولا كلام من عندي، ولا أنا رحت سوريا، عمري ما رحت سوريا على فكرة أنا، بس أنا أتكلم عن الوضع الراهن. الناس تقول يعني 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 أنا يوم قلت لهم تكاليف الولادة 1500 في وحدة، كم طلبت خليفة؟ 2000 ولا 1500؟ 1500 طلبت. قال هذه تكاليف ولادة في أفخم مستشفى يمكن ما توصل 1500. نعم صح كلامك. زين صح تكاليف كلامك. الولادة في هاي 1500 يقولي تكاليف 4 حالات ولادة. صح كلامك. نعم. زين من غير واحد متصل فيني هالكلام، أنا أعيد وأكرر يمكن الناس ملت من كثر ما تسمع اللي تابعني. في سوريا واحد مطرش يقول أنا أدرس ولدي في مدرسة خاصة، مدرسة خاصة باللغة الإنجليزية، جامعة خاصة باللغة الإنجليزية، تخصص من أحسن التخصصات، مع السكن مع المصاريف مع هذا، في السنة يكلفني 10,000 درهم، يعني معدل أقل من 900 درهم في الشهر. زين وهذا راتب 4,000 درهم. فشوية يعني شوية يعني نراعي الناس يا أخ أحمد، جزاك الله خير. طال عمرك نحن، عمرك أنت طويل، جزاك الله خير، الله يحفظك. بعدها من نحن نقول إذا أحد بيساعدك من أهل الخير إن شاء الله. مو مشان شيء، أنا مو قصة شهادي ولا شيء. أنا ما أقولك أنا أنت تشحت. إيه؟ لا حاشا لله. لا. أنا مش من حقي. إيه؟ أنا أقول هالكلام. أنا شوف أحمد اسمعني الله يرحمه. أحمد اسمعني الله يرحم والديك. أحمد اسمعني الله يرحم والديك. لا تقولني كلام أنا ما قلته. أنا مش من حقي اني اقول عن اي واحد يشحت ولا ما يشحت. اللي عم بيقوله عن انا اتكلم هذا. عن اخوان سوريين نحن. نعم. اهنا في. نعم. هذا المنبر وفي هذه الدوله متعايشين مع الجميع، صح ولا لا؟ صح صح كلامك. مع كل الجنسيات مع كل الديانات مع كل. نحن خلني اكمل يا احمد اسمعني الله يرحم والديك. زين نحن هذه اللي تعلمناها من قيادتنا وهاي سياسه دولتنا، نتعايش مع الكل بدون ما نسيء لاي حد، وما حد له فضل على حد. ها الفضل لله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، نحن ما لنا فضل على حد. فنرجع. نعم. نقول لكن يطلع لي واحد يسيء لبني جنسه أو بني شعبه وأنا بناء على أجاملك أنت على حساب السوريين الباجين اللي ما يرضون هالكلام، هذا ما أرضاه. أنا أتكلم والله عن كل الجنسيات. أي واحد والله اليوم بيطلع لي بيقول لي يا أخي هذا قاعد يسيء لبلدنا، قاعد يسيء لجنسيتنا، نفس ما أنا ما أرضى على بلدي هو بعد ما يرضى على بلدي. يا أخي أنت اليوم لما تطلع أنت قاعد تشوه مثلا في نظرته هو كسوري. أنا أتكلم أرجع أقول لك أنا أتكلم كسوري. اليوم يطلع لي واحد، أنا مثلا يطلع لي واحد إماراتي يا أخي يطلب بطريقة أو يطلب أشياء أنا أعرف أنها مش منطقية وأعرف أنها مش ماشي وكلامه غير منطقي، يا أخي أنا أتغايض، تأخذني الحمية يا أخي. فأي بلد نفس الشيء يا أخي، مواطنين تأخذهم الحمية. ويطلع واحد باسم البلد باسم ظروف البلد باسم اللي حاصل في البلد يطلب هذا شيء مشين. أنا هذا اللي أقوله. جزاك الله خير يا أحمد، الله ييسر لك أمرك وحياك الله. والخمسة آلاف أنت تشوفه كخة، غيرك يشوف هذا الريال اللي أقولك يكد على ولده، هذا الريال يكد على أسر، على 4,000 اللي عنده مسكين جزاه الله خير، يقول أنا أصرف على أسر في سوريا. فنبطل شوي الله يرحم والديكم. نقول ألو. ألو. أنا ما أدري يعني أنت المرة الأولى يعني يوم ياك ولد يتربى في عزك إن شاء الله، والله يكثر نسلك ويكثر ذريتك. طيب انت الولد الاول ابت بنقول بالغلط ما تدري ان في تكاليف ولاده وغيره وغيره وغيره، تكفل لك شخص. طيب الولد الثاني انا بايبه
يعني عندي 9 شهور انا مش عارف ان زوجتي حامل، مفروض اوفر لها مبلغ الولادة، مفروض كذا، ما ادري يعني ما افهم، فهموني اياها يعني، ولا بس خلاص يعني راح يدفعون عني، راح يدفعون عني بعد، ما ادري والله. زين نقول الو. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك، انا اسمي بشر ايتوني، انا سوري مقيم بدبي بس عندي عمل بعجمان. بشر ايتوني بعجمان. ايوه تفضل يا اخي بشر. من فضلك عندي موضوعين بس بدي اياك تعطيني شويه وقت. تفضل. اول موضوع، انا امبارح رجعت من الشام. ما سمعت. في مناطق فيها انا امبارح اجيت من الشام. نعم. في مناطق فيها مشاكل وفي مناطق فيها قتل وضرب وحرب، صح، بس في اماكن كتير فيها امان وفيها مستشفيات وفيها مدارس وفيها جامعات وفي مشاوير وسيران وروحة وجاية. يا ريت كل واحد ما عنده القدرة، انه كلياتنا بنشتغل وكلياتنا بنتعب وكلياتنا بنتمنى نكون عايشين بالامارات، لانه في ميزات كثير من الشام هلا، يعني الحمد لله الله يديم عليكم هالبلد، في ميزات كثير اكثر من الشام، بس مو معناته انه سوريا ما فيها شيء، لا، في جامعات شغالة استاذ يوسف، في مستشفيات، ولسه الشام رخيصة. بشر اسمح لي بقطع كلامك بالخير. صدق. بخليك تكمل. صدق. انت سمعت كلامي كله؟ انا سمعت، للاسف انا كنت بالسيارة، انا صلي حوالي 40 دقيقة على الخط. شو اللي سمعت من كلامي؟ التليفون سمعت من الاخ لا لا، شو اللي سمعته من كلامي؟ ما يهمني كلام الاخ، شو اللي سمعته من كلامي؟ والله انا اسف. ابدا ما سمعت كلامي؟ والله لاخر شيء ما سمعته، لا سامحني. مو ما سمعت شيء من الكلام اللي انا قلته؟ والله اخر شيء، اخر دقيقه انت عم تقول انه انا عم احكي لسان السوريين، هذا من هون بلشت. طيب انا سؤالي الحين، هل في كلامي اللي انت سمعته في شيء غلط؟ بالعكس بالعكس. طيب بالعكس، انا الحين يوم يتصلون فيني اخوان سوريين مثلك وشرواك ويعاتبوني، يعاتبون البرنامج ويعاتبون هنا الناس اللي عندي، يقول والله انتم قاعدين تفتحون مجال لتشويه اسم سوريا وتشويه الوضع في سوريا وهو الى اخره بسبب بعض السوريين، هل هذا الكلام يشينك ويضرك ولا لا؟ 100%. وانت، انا على اعمل لك على اخر كلام اللي كنت انت عم تحكي، انه انا اللي سمعته تماما، يمكن اخر ما بعرف الاول. نحن قاعده توصلنا فيديوهات يا رجل، قاعده توصلنا فيديوهات وصور من سوريا، من سوريا مباشره لايف، يعني في نفس اللحظه مصورينها، ما في عندهم شيء يا رجل. انا دمشقي، انا ابن مدينه الشام، انا عازمك انت يلي عندك الراد جزاك الله خير تنزلوا على سوريا يومين على دمشق، باقي المدن ما بعرف شو هي. نعم. باقي المدن، ومثل ما بنقول باللهجه الشاميه، من الباب للباب، بستقبلكم من باب بيتكم وبشوفكم على باب بيتكم على حسابي والله يا اهل الكرم. ما شو هي الشام، ولا تشوفوا شو هي الشام، اكل الشام واهل الشام اقول لك يطلعون يانا ناس، عندنا 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 فراس، فراس صح خليفه، فراس جزاه الله خير، متصل فينا اسبوع اللي طاف، ورامي كمان اتصل فينا من الشام، والريال قاعد يسوي مشاريع استثماريه الحين، حلب عفوا، لا اقصد يعني اتصل من سوريا، فالريال يعني الحين انت ما عليش يعني واحد يطلع لي، انا شو اصدق، اصدقكم انتم ولا اصدق هذيل الواحد اثنين اللي استاذ 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 في مشاكل. نعم. في مشاكل ما ننكر يا اخي، بس كم نسبتها؟ ما ننكر، بس في عطني انت نسبه يا اخي، انا ما بتكلم عن نسب، انت عطني كم نسبه المشاكل في المية؟ يا اخي المشاكل بالمية لا تتجاوز المدن، عم احكي عن المدن. لا كم نسبة؟ عطني نسبه في المية، عطني نسبه في المية. 30% مدن سوريا فيها مشاكل. ممتاز. 70% مدن سوريا امنه. ممتاز. طيب انا يوم احول، عفوا انا يوم احول ال 30 الى 70 وال 70 الى 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 30، هذا اذا كانوا، انا معظم اللي يطلعوا لي الحين ما قاعد يحاولون 70 30، لا قاعدين يحاولون 100%. 100% يعني انا اهلي كلهم بسوريا، انا كل اهلي في سوريا عايشين كلياتهم، شيلني عن المدن، الله يعين العالم اللي في عندهم بمدن حرب، بس في مدن في كثير امان، في مدن ما فيها مشاكل، في مدن فيها مستشفيات ارخص من الموضوع من هون بكثير، وايد وايد، يمكن الخدمات، يمكن الخدمات ما راح تكون نفسها. نعم صح كلام، التطور صار هون اكثر بكثير. نعم. بسبب الظروف اللي، لكن الامور ماشي، بس مية الامور ماشي. جزاك الله خير يا بشر، انا شاكر لك. لا في رأي النقطه الثانيه اللي انا كنت داي احكي فيها بسرعه لان عندي ما عندي وقت. زين لا دقيقتين الله يوفقك. قول لي. انا من 4 سنين استاجرت عقار فتحت فيه شركه، رحت دفعت الصرف الصحي السنه اللي قدام، قبل بعد ما خلص الصرف الصحي السنه، خلص العقد، رحت على شركه الصرف الصحي مشان يعطوني، لانه هنا بياخذوا سنه وبياخذوا تامين،
قال لي لازم تأخذ ورقة من المالك يوقع لك المالك. المالك ما كنا نلاقيه لأنه باعوا البناية لواحد تاني. الصرف الصحي أستاذ يوسف صار له 4 سنين على اسمي ما عم يشيلوه، والعقار مأجر وما ترك الطريق. وين الموضوع في البلدية؟ بالصرف الصحي. الصرف الصحي تابع للبلدية صح خليفة؟ استاذ انا بعثت لهم عقد الاجار انه هذا العقار مأجر لواحد غيري بعد مني بعشر ايام، يعني عقار مش فاضي، العقار مأجر لشركه ثانيه. انت اخليت سويت براءه ذمه؟ سويت الاجراءات هذه؟ ما بيعطوك سويت براءه ذمه جوا ضمن الكهرباء، براءه الذمه الصرف الصحي ما في يعطوك اياها الا لموقع المالك. فالك طيب الحين خلنا نتواصل وياهم او خليفه بيشوف من الجهه المسؤوله بيحاولون يتواصلون وياك يشوفوا لك طريقه قانونيه لانك انت لاغي العقد بينكم وبينهم. ولهلا عم يمرك علي يعني هلا الصرف الصحي على اسمي مفروض تتحول على الطرف الثاني لانه بيبين عندهم في الفاتوره ان هذاك ما يدفع وانت اللي تدفع او على اسمك انت. فهمت علي كيف؟ انا عم ادفع 80% انا عم ادفع وهو عم يدفع. ان شاء الله. فالك طيب. فالك طيب. شكرا طيب. الله يحفظك يا اخوي حياك الله. زين شو كنت بقول انا عن سوريا نسيت. ناخذ هذا الفاصل وجاي اتواصل معكم. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة التلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة من 7.8 ورحب بمكالماتكم على 600-551-6110 ورسائلكم النصية القصيرة للسمس نستقبل على 7009 لشبكتين صلاة ودو 7009 لشبكتين صلاة ودو. زين هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أنتم السبب عودت العالم على هذا الشيء وطبيعي الكل بيحاول يتصل ويطلب بكل أنواع احتيال. عندنا جمعيات اعتقد ابو عبد العزيز. والله ابو عبد العزيز هو باب خير فما تسده، لكن الناس في ناس ما تفهم وفي ناس تبالغ وفي ناس يعني. السلام عليكم، انتم غلطانين في البرنامج، المفروض في غرفة كنترول واشوف الحالة اذا تم المستمع إذا تهم المستمع أطلع على الهواء، وإذا لا الأمر خاص أحول للجهات المختصة. أنتوا أي شيء تطلعون على الهواء الغلط منكم يعني من البرنامج. جزاك الله خير ولا تزعل. والله ها سياسة البرنامج من البداية ولها أسباب عادة. يوم بي براشد طرشوا للرسالة قولوا له ليش براشد ما عندكم فلترة للمكالمات أو ما عندكم مكالمات تحت الهواء، وهو بيشرح لكم شو الوضع بالضبط. وهذه كانت تعليمات منه وغيره بتفاصيلها. أنا أتمنى هاي الرسالة نفسها تطرشها يوم الأربعاء إن شاء الله يوم براشد بيكون موجود بالضبط مثل ما هي، وهو بيقولكم بيجاوبكم على هالسؤال بتعرفون ليش شو السبب. وهذا من باب الشفافية على فكرة، من باب إنه ما عندنا شيء نخبي، من باب إنه كل شيء عندنا مفتوح، ومن باب إنه إعلامنا حر، ومن باب إنه هاي توصية قيادتنا. هذا اللي أنا أقدر أقوله. نزل هذا يقول أخي العزيز سوريا بخير والحياة 70% بخير وعايشين بس كل حلو كثير وأنا بنزل بس كل شو بس كل دائم أداور. ما فهمت يا أخي. إنزين والله العظيم إن أكثر من 90% من السوريين اللي يتصلون عليكم كلامهم غير صحيح أو مش بمحله أو غيره. المهم كاتب كلام أنا ما كاتب كلمات أنا ما أقدر أقولها لأني أعرف وايد سوريين وأقعد وياهم ويقولون إن الحياة في سوريا جدا جدا طبيعية وهم دائما يروحون عند أهلهم، ولكن الطلبات خلنا نقول بعد ما أبغى أقول كلمة شو رأس مالها قوة وقوة ويه. أوكي صح كلامك وصح كلامك قوة ويه، بس ما يبالها شيء. إذا الإنسان يبغى يطلب وما باع ما يويه ترى ما يبالها شيء، اطلب من أي حد وأي حد ما بيقصر وياك، لكن بس محتاج قوة ويه. هذا يقول صح في بعض الأماكن في شوية مشاكل ولكن مو بكل سوريا. هذا اللي نقوله. أنا أحمد زين أحمد أنا ما في شيء بيني وبينك شخصي يا أخي، لا أعرفك ولا تعرفني، ولكن أنا أتكلم بالعقل والمنطق وأحطي نفسي مكان الشخص اللي يتكلم. يعني أنا يعني مولود دفع التكاليف ولادتي يزاهم الله خير، أي مولود ثاني وأنا تقول على حسب كلامك ظروفي سيئة وما أدري كيف والراتب ما يكفي وما أدري شو وتريح حد يدفع تكاليف، يعني شوية أمور يعني الواحد ما أدري. العموم أي حد بيساعدك، هاي رقمك موجود وتكاليف الولادة قلنا كم 7000 درهم، فإذاهم الله خير إذا بيساعدونك.
السلام عليكم، أرجو الاتصال، عندي ملاحظة بخصوص الدفاع المدني في دبي. السلام عليكم أخوي، شو صار بموضوع الريال مال الاتصالات اللي سب الجيش صدق ولا شو؟ يا عمي لا في حد سب الجيش ولا غير، الله يرحم والدك. وإذا عان لك الموضوع روح ارجع لحلقة يوم الخميس يوم الأربعاء، ارجع لحلقة يوم الأربعاء آخر البرنامج اتكلمنا عن الموضوع بتفصيل كامل، وإن شاء الله الحلقة خلال يومين ثلاثة بتنزل. شوف تاريخ كم يوم الأربعاء وروح تشوف الموضوع هناك بتحصله. لكن ما في أي سب ولا غلط ولا هذا، لا في حق الجيش ولا في حق الإمارات ولا غيرها. زادكم الله نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، أسعد الله مساءكم. أخوكم بوكايد. تحياتي لك يا بوكايد، مشكور، جزاك الله خير على التواصل. وين خليفة الريال؟ زعتني مكالمة لما تجهزه ولا شو الحل؟ خلصت المسجات، شو أقرأ بعد؟ انزين، الكاريكاتير في جريدة الإمارات اليوم، الكاريكاتير في جريدة الإمارات اليوم مطلعين ثنتين مربيات أو خادمات أو من ذوي الفئة المساندة أو المساعدة، المهم واحدة ماسكة مكنسة وواحدة ماسكة غرشة حليب مال صغارية، انزين واقفات طبعا وراعية البيت. ألو، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا طويل العمر؟ الله يسلمك يا حبيبي. اسمح لنا على الإزعاج الغالي. ما تعرف ولا تفضل. الله يبارك فيك. طال عمرك أنت مطرش لي رسالة بخصوص، تقول لي ما له داعي تقول حق الريال أنت وأمثالك وهذا ما يشحت منك وعيب، أظن الكلام هذا أنت في حال. نعم صحيح صحيح. منو معي يا أخوي أول شيء؟ معك حميد طال عمرك. من وين يا أخوي حميد؟ من عيمان. ونعم يا أخوي حميد. نعم بحالك. شو اللي ما عيب في الكلام يا أخوي حميد؟ والله خير عجيب، مع احترامي لك الشديد أنا دارس إعلام، أنت المفروض تكون محايد. وأنا محايد يعني يا أخوي. ما محايد أخوي، أبو يعقوب ولا أبو يوسف؟ أبو يوسف. نعم أبو يوسف، هذه مش في عادية عزيزي، أنت يعني خلاص الريال، أنت حلقة وصل جزاك الله خير، أنت المفروض بالعكس يا أخي افتح المجال، أنت الحين فاتح المجال، أبو راشد فك المجال هذا، انت فاتح المجال. لا لا ابو راشد ما سكر ولا انا ولا انا افتح وسكر يا طويل العمر، هاي سياسه اذاعه، اذا انت دارس اعلام مفروض نعم. تعرف ان في منهجيه معينه الاذاعه تمشي عليها في مسألة. انا ما اقدر عفوا بس ما اقدر اخالف اللي يسويه ابو راشد ولا ابو راشد يقدر يخالف اللي انا اسويه. صحيح. فنحن ما انا في تنسيق بيني وبينه، في اتصالات بيني وبينه، في حالات معينه يعني هو يطلعها انا اطلعها غيره، حتى روحه يقول مثلا يوم الخميس شوي نحن فاتحين اكثر، وفي حالات معينة صحية طبية لا يمكن تأجيلها، هذه مثلا تحصل مسكين جزاه الله خير بروحه يساعد من نفسه من جيبه الشخصي أو من بعض أهل الخير اللي موصينه، هاي الحالات اللي ما تتأجل، تكلم عن أدوية لا قدر الله، عمليات الله يعافي الجميع وغيره، لكن تكاليف ولاد ما تكاليف ولاد شوية هاي موضوع فيها نظر. ولكن أنت تقول لي يا أخوي أنتوا يسمونه وأهل الخير يدفعون وما يقصرون ولا تقطع رزق الريال، أنا وين قطعت رزق حد؟ انت الحين وقفت بضربه عزيزي. لا 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 عزيزي اسمعني بقول، اذا انت محايد تتكلم عن نعم تكلم احترام لك، الحين انت مو بشرط انت تفرض رايك عليه، صح رايك انت تقول شو هو رايي. زين فرضت. لا انت الحين تتكلم خلاص يعني تفرض كلمتك علي، شو هي الكلمه اللي فرضتها يا اخي؟ انت الحين تقول لي الحين توك انت شو تقول؟ تقول الريال هذا ولاده ما ولاده، صح؟ زين وين فرض الراي الحين؟ لا لا انت الحين توك انت تقول لي ان الريال خلاص ما نقدر نساعده وغير. لا 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 ما قلت ما نقدر نساعده. انت اذا سمعت المكالمه زين ما زيد قلت اذا حد بيساعدك ان شاء الله، مره ثانيه تو الحين الريال مطرش لي رساله وقلت قريت رسالته وقلت اذا حد بعد بيساعدك جزاه الله خير. انا ما امنع الخير يا اخوي، نعم ما نمنع الخير، لكن انت يوم تتكلم عن حياديه يا طويل العمر، انت الحين كمواطن ابن البلد ما يسيئك يوم يطلع لك واحد انا ما محصل وظيفه، ما اعطوني بيت، ما اقدر اسوي، ما اقدر كذا، في ناس يا اخوي. انت جاوبني يا اخوي، يسيئك ولا ما يسيئك؟ بس جاوبني على قد السؤال، يسيئك ولا ما يسيئك؟ لكن نحن انت الحين انت انا ما بتكلم عني انا، لان ما دوم جهه اعلاميه تمام، اقول انت عسكري. لا خليك عسكري يا اخي، انا اتكلم انت كمواطن اليوم ابن الامارات، انزين يوم يطلع مواطن يبين لك ان الدنيا ناشفه ومحروم من كل حقوقه والدنيا كلها ماشيه بوسايط، وانا هالكلام قلته مليون مره، انا اسالك يسيئك ولا ما يسيئك؟ يسيء لكن بعد ممتاز. انت ما تشوفه. بس خليني اكمل، قول
وقول لي كلام غلط ما عندي مشكلة. إنزين يوم يطلع لك سوري اثنين ثلاثة، أنا لا يا أخوي لا صرت سوريا ولا أعرف الكثيرين من السوريين، لكن نحن في الفترة الماضية لاحظنا أن في هجمة غير طبيعية، بقول بسميها هجمة، إنزين من الإخوان السوريين في طلب المساعدات بناء على ما يحصل في سوريا. طيب أنا مستغلين الوضع يعني. إنزين إيه يطلعوا لي ناس سوريين، سوريين هم سوريين يقولوا لك والله أبو يوسف أنتوا أسأتوا للسوريين. ليش يا أخي؟ قال والله نحن في سوريا أصلا هذا كله مش موجود، المساعدات مش لبها الطريقة، الوضع عندنا مش بها الطريقة. إنزين أنت شو دليلك على الكلام اللي تقول يا أخي الفاضل يا السوري؟ يقول لك والله يا أخي أنا عيالي يدرسون، أنا عندي أهل، نحن نسافر ونسير وني، والمعيشة عندنا رخيصة وكذا وكذا وكذا. طيب أنا تباني كإنسان حيادي على قولتك، ما بتكلم كإماراتي، أدور ضد مع طرف ضد طرف هذا، طيب قاعد يشوه اسم وصورة صورة بلد الريال هذا. في ناس ما يرضون. إذا طلع واحد، إذا طلع واحد مواطن محترم شديد يتكلم في الإذاعة قال والله أنا ما عندي أفلام، ما عندي مصروف، ما عندي هذا، أنت بتقول هذا شو اسمه؟ لا أنا برد عليه يا طويل العمر، عندي رد، عندي رد، أسأله بعض الأسئلة، أسأله مثلا أقول له تعال يا أخوي أنت ليش ما تداوم، بيقول لي ليش ما يداوم، أسأله مثلا يا أخوي ليش ما قدمت على سكان. أقول لك أنا أعرف شباب، أكون صريح معك، شوف شغل الواسطات عندنا الحين، لا تحور الموضوع، لا تحور، خلينا نخلص من موضوع سوريا اول شيء، ورسالتك عقب بنتكلم في موضوع المواطنين، ما عندي مشكله. موضوع سوريا يا طويل العمر، انا من حقي هنا يوم يتصلون فيني سوريين ويبينون لي الحقائق ويدللوني على اشياء، اني انا اخذ بالحقائق اللي موجوده. لا يعقل اليوم يطلع لي واحد يستغل اسم بلده زين، ونحن يستغل عطف الناس، بان الناس قاعده تشوف على الاعلام المشاكل اللي صايره وهذا. انا مؤمن يا اخي اليوم صحيح. أنا يوم بيني حميد مثلا بيتبرع ب10,000 درهم أو 15,000 درهم أو 20,000 درهم زين، جزاه الله خير. طيب حميد تبرع بناء على شو؟ على ثقته في هذا المنبر، على ثقته في بيوسف أو براشد، على ثقته بالكلام، بثقته لأن هذه تأكدوا من الأوراق، ثقته على المصداقية هذه. وأنا عن نفسي أنا يا أخي أنا أتحمل مسؤولية، وأنا كذا مرة كذا مرة كشفت كذا حالة سواء كان مواطن أو غير مواطن، التسجيلات موجودة. إنزين فأنا يا أخي بعد مؤتمن على فلوسك أنت. ليش؟ لأن إذا فلوسك راحت لشخص ما يحتاجها معناته حرمت شخص يحتاج. فأنا هذه وجهة نظري يا أخي. تقول لي قطع أرزاق ما قطع أرزاق، تعال عيل أنت يوم عندك بيزات أنا بوديك عند ناس هذا يشتغل على فكرة وراتب 5,000، أنا بوديك عند ناس مساكين ما عندهم مال دواء، ما عندهم مال دواء، 1,500 درهم راتبهم، تعال ساعدهم يا أخي، صح ولا لا؟ صحيح. إنزين ني حق المواطنين والوسائط، تفضل قول لي عن الوسائط، قول لي والله هذا. شوف أخوي هذا الكلام يا أخي، خلنا نكون نتكلم شبابية وخلنا نكون واقعي. ممتاز موجود. ممتاز. زايد الله يرحمه قال أنا بسوي كل شيء عدا الوسائط، صح هالكلام ولا على عيني وعلى رأسي؟ نعم صح ولا لا؟ كمل. هالكلام موجود أخوي، أنا أعرف مواطنين، أقسم بالله أنا أعرف شباب، أنا مطرش مسج كم من مرة على أبو راشد. إنزين وقال أبو راشد جزاه الله خير، أبو راشد بنفسه قال ترى صحيح هالكلام، أنا أعرف شباب، أنا الحين أنا أقول لك يا أنا خلني أنا الحمد لله اللهم لك الحمد موظف مرتاح، والله يزيدك إن شاء الله من فضله. إنزين آمين أجمعين، يزيدنا ويزيد الجميع إن شاء الله. لكن والله أنا أعرف شباب عندهم علاقات عامة، إعلام، علاقات عامة، متخرجين جيد جدا، للحين الجماعة يدورون وظائف. هذا واحد. في شباب قال بدون واسطات، بدون واسطات أغلبيتهم، أنا كم من مرة صار وياهم على التوظيف، تعرف ليش؟ قلت يا خلنا أشوف، أقول أكل هل شو هذا يعني كلام فاضي؟ صرت أقسم بالله كله كلام فاضي، وأنا مستعد أتكلم، يعني ما عندي مشكلة أتكلم. عن فوين فوين تكلم أحمد؟ قل لي فوين. كل المعارض، معارض الوظائف؟ هي أنا صرت معارض وظائف بوظبي، صرت دبي من فترة، صرت ويا إيمان، وغير هذا الثالث انا بعطيك رقم الريان توصل. لا 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 ما يحتاج، انا بقول لك، انا بقول لك عن وظائف، انا بقول لك عن المعارض. استراتيجي ان ليدرشيب اخوي يوسف، استراتيجي ان ليدرشيب الريال عنده ماجستير، هل الحين استراتيجي وقياده منو ما يبغاها؟ صح الشهاده هاي. صح. بس الريال اللهم ما عنده واسطه. ممتاز. انا بقول لك شيء عيل الحين قول. سؤال معارض الوظائف طبعا انا ما بتكلم فيها لان هذا شبع من الكلام. ليش؟ صح. جرايد تكلمت عنه، حتى أتذكر يعني الشيء بالشيء يذكر قبل كم سنة سامي الريام، الأستاذ سامي الريام بروح أتكلم عن السيفيات اللي كرم كبت نعك في الزبالة كذا. أيوة. كذا كذا مسؤول وكذا إعلامي وأنا واحد منهم بلا فخر، نحن تكلمنا عن الشو اللي يصير في معارض الوظائف
وطالبنا بوجود جهة رقابية عليهم تسوي دراسات وتسوي إحصائيات بأن تعالوا أنتوا الحين نحن فاتحين لكم المجال وهم يؤون يسوون شو ويسوون عرض، تعالوا نحن فاتحين لكم المجال بس تعالوا عطوني إحصائيات يا أخي. أنت تقولي أنا عندي 100 وظيفة، عندي 50 وظيفة، ألف آخر مرة ألف وظيفة قالوا. إنزين ألف وظيفة ما في مواطن بيكون. إنزين لحظة، هم يقولون ألف وظيفة لكن تعال أنا لازم أحاسب، تعال أنت كم وظف من الألف وظيفة؟ لأن أنا اليوم عندي جهات مختصة اللي هي توطين وما توطين وغيره، هذه عندها التخصصات صح ولا لا؟ عندها المواطنين المقدمين في الوظائف. طيب تعال انت الحين يوم تسوي تقولي والله انا عندي 1000 وظيفه و100 وظيفه و200 وظيفه، وعقب بتقص علي بتقولي ما يوني التخصصات، لا ابوي هاي التخصصات موجوده، فاقارن بين الكشوفات، فهي مساله متابعه فقط لا اكثر ولا. الجهات اللي تبغي توظف فعلا كانت اكثر شيء الشرطه والجيش الله حق، وبعض المؤسسات الحكوميه. أنا تعالوا في نفس الوقت قدم سي في سوي انترفيو ابوي وظيفتك مضمونه روح داوم. هذه هذه صارت في بعض الجهات عندهم مصداقيه. ها موضوع موضوع يسمونه بعض الدوائر المؤسسات الحكوميه ني حق بعض الاخوان اللي عندهم شهايد ويقول لك عندي ابغي واسطه ما الحين انا اقول لك انا اطرح عبانين. سؤال انا اطرح سؤال اليوم نحن نقول والله وسايط ما وسايط، السؤال الخلل هل في الجهات ولا في الاشخاص والافراد؟ والله تبى الصدق في الجهات. لا ليش يمشون الواسطات؟ انا بقول لك ليش يمشون الواسطات. اذا المكان هذا والكرسي هذا يالس عليه واحد مثل يعقوب او خليفه او حميد او براشد او غيره، اذا ما حس بالامانه والمسؤوليه وما حس ان هذا الله سبحانه وتعالى يراقبني عليه، وعقب حس ان القياده محطيه نصب عينيها وامنتني انا على هذا المكان وانا استغلت منصبي ويت وظفت فلان وبديت فلان وسويت، الغلط من القياده والسياسه ولا الغلط في الشخص نفسه؟ في الشخص، لكن الجهه هذه ليش تمشي دام ان يعرفون هذا جاي من طرف يعني مستحيل معنا اخر صح ولا لا؟ نحن نقول بس اليوم ترى ما يعني اذا في جهات محتاجه ترى بتوظف التخصص هذا. اليوم انت عندك مشكله في كثير من الجهات الحكومية يسمونها بالانجليزي over qualification، يعني هذا فوق المؤهلات المطلوبة over qualified. أنا ما أقدر يا أخي اليوم أنا، ونحن عندنا مشكلة ما أقول لك لا، نحن عندنا مشكلة في التوطين في التوظيف في البطالة في غيره، واليوم الجهات الحكومية قاعدة تركض بديها ورجولها على أساس تسوي، يعني شو الخدمات اللي ما قدمتها؟ أنا بسألك حق القطاع الخاص على أساس توظف وتوطن. أنت المفروض تلزمهم أخوي، أنا كنت أدرس بريطانيا قسم بالله تعرف ان حتى القطار تركبه عليه خصم. ليش هذا السجن عقب هذا؟ انا استلم انا في واحد من الشباب باكستاني بس عنده جواز بريطاني، سالته قلت له يا اخي انت تضمن وظيفتك عقب؟ قال ليش ما اضمن؟ حميد يقول لي اضمن، يقول لي غصبا عنه يقول لي ورفوني. قلت له بالحكومه ولا؟ قال لي ما في حكومه ولا. قال لي ورفوني انا من اخلص اودي لهم شهاده توظف، اذا ما توظفت يصفوا لي راتب. شوف هو الخطا راتب. الخطا مشترك يعني اليوم انت لا تقنعني في دولة قاعدة فيها اكثر عن 8 مليون وافد يون من بلدانهم يحصلون وظائف، وعندي انا مقارنة بهذا عندي 3000 او 4000 مواطن ما محصلين وظائف. اقرأ انت رسالة هاي، انا رقمي هذا شيك عليه، انا مطرش نفس الرسالة، ما يعقل 5 ملايين وافد دامون يوم من برا توظفوا على طول ومواطن ابن البلد يدور. يعني بالمختصر مفيد كلام ترى بعد انت بسألك انا بعد ربعنا فيهم خلل، ترى في منهم ما يبون يشتغلون اي شغله، وفي منهم يبون يشتغل بالشهاده اللي عنده، وفي منهم ما يرضى الا بمنصب، وفي 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 حتى هاي انت تستدل على كلام الشيخ زايد الله يرحمه عن الله الواسطه الله، استدل على كلامه واكيد سامعنها انت يوم كان يتكلم عن المدير صح، يوم قال يك المواطن يبغى يدور مدير يا ما يبغى يتدرج في الوظيفه. فعلا الكلام موجود، انت ما تقدر بعد تلوم كل تعق اللوم كل على الجهات بعد. لا انا ما لومهم صح، انا اعرف شباب لا تصير بعيد، انا ربيعي وكيل اول في الشرطه تخرج امتياز إيه؟ هذا قلنا له يا اخي انت ليش ما تقدم كاس؟ انا يقول لا انا ابغى مدير. على مثال انا اعطيك اياه زين، ترى اقول لك ثاني في مثال ثاني لكن ما اشوف احمد انا القصد يا طويل العمر انا اتكلم عن فكر، انا اذا حطيت بفكري ان الدوله كلها ماشيه بالواسطات والبلاد سبهللة وفي شرذمة معينة هم اللي قاعدين يلعبون فيها، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أنا هذا بس بعد بس الواسطات موجودة. شوف واسطات موجودة مدام أنك أنت موجود وأنا موجود، واسطات موجودة صح هذه. أنت اليوم لا تقول لي لا تقول لي إلا من رحم ربي، إنزين بيجلس على كرسي ما بيوظف بن عمه أخوه وهذا
كم واحد الحين ويالس على كرسي يوم يبول السيفيات يوظف أهل الخبرة ويترك اللي هو منه وفيه؟ كم واحد؟ وايدين وايدين ويفضلون الأجانب على فكرة بعد. زين ترى أقول لك أنا الحين هي مسألة يا أخي، في ناس كذا وفي ناس كذا، فهذه خيانة. لا نحن نقول القصد هذه خيانة. زين هذه خيانة، خيانة أمانة، خيانة دولة، خيانة وطن، خيانة ثقة، اعتبر أي نوع من أنواع الخيانة. الإنسان اللي يقصر في حق وظيفته ويتلاعب في وظيفته أو يبدي شيء أو يسعى لمصالح الشخصية، هذه تعتبر خيانة بكل المعايير. عاد أنت جملها مثل ما أنت تبى، جملها مثل ما أنت تبى، قول هذا من حقي، قول لا أنا سويت والله لأني أشوف هذا أكفى، قولها جملها مثل ما تبى، هي خيانة. تقص على عمرك، بتقص على غيرك، ما بتقص على ربك. جزاك الله خير يا حميد، واسمح لنا يا طويل العمر إذا غلطنا. لا لا فعليك عزيزي، أنا القصد مش من كلام اليوم قلته، أنا أقول لك لا كلامك يا طويل العمر، إذا أنت إعلامي وانت يعني انسان متحدث لبق شوية، أتنقى بالكلمات اللي اختارها. صحيح، بس فقط انت لا اكثر ولا اقل. ها انت قلت حق الريال انت وامثالك، يعني غير المحتاج. لا 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 يا اخوي، انا اتكلم، شوف انا اتكلم على خلفية، انا عارف انا شو قاعد اقول، انا اعرف الحالات اللي تيني. يعني انت تعال يا اخي، انت من عيمان صح ولا لا؟ نعم نعم. تعال وقف عند بوابة الإذاعة شوية. عارف عارف صح. يعني صدق يعني. طيب يا أخي أنا يوني ناس والله العظيم ياتني وحدها كل يوم، أنا أعرف كم من مرة شايفنا، أقسم بالله تعرف شو شغلتها؟ تبغي تطلع منك حتى لو 10 دراهم. أعوذ بالله. تقول لك عطني أي شيء أي شيء أي شيء بتعطيني، عطني ما أنت ليش محتاجة؟ عندي ولد مريض بالقلب، وأنا روحي بعيني اللي بياكلها الدوت مسؤول عن كلامي، شايفنا هي وبنتها وما شاء الله سيارة حلوة والبنت ما شاء الله عليها متعدلة وحالتهم لله، وهذا شو تباني أقول لك؟ بحار. طيب الحين انت لو شفتها وسمعتها على الهواء نفس الكلام اللي تقول الحين، بتقول انتم مش من حقكم وتقطعون ارزاق، وما نقطع ارزاق يا اخوي. انت الحين معلش حميد، انت محطي مثلا، انت محطي 10,000 درهم حق الصدقات، زين طلعوا 2 أو 3 محتاجين، مو محتاجين عفوا، راحت لهم ال10,000 هذه، وطلع 1 أو 2 أو 3 فعلا محتاجين يا اخي، ترى هاي لكن حرموا من هاي. صح، هذاك احوج من صح ولا لا؟ فنحن يا اخي انا ما ادري، انا اتكلم عن نفسي، انا هذه سياستي وهذه اللي بتبعها، وانا هذا اللي بتحرى وهذا اللي، لاني انا في النهايه احس ان حميد جاسم خليفه فاعل خير فاعله خير، انا مسؤول عن المبلغ اللي هم بيتبرعون فيه، فاتحرى لا اكثر ولا اقل. الله يجزاك الخير. واحد مطرشلي يقول لي وين دارس اعلام؟ منو هذا؟ واحد مطرشلي رساله والله هاي قدامي، انا دارس عيمان، طالع من جامعه عيمان. جزاك الله خير، الله يوفقك. وجزاك الله يحفظك الشيخ، موفق خير ان شاء الله. حياك الله. ماشي. يقول لك شو داود دكتور داود يا اخي حميد؟ داود الدليمي الحين طلع من هناك، صار جامعه شو الكليه الحديثه ما شيء في عيمان. وحسام حسام اعوذ بالله من غضب الله، موفقين خير ان شاء الله، الله يحفظكم. حياك يا حبيبي، حياك، مشكور اخوي العزيز، حياك الله يا طويل العمر، مع السلامه. زين مشكورين وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وفيك بارك الله، جزاك الله خير. زين انتوا عودتوا على الطلبات، والله من حقكم تقولون، ما بنقول لكم شيء، لكن نحن نقول في ناس محتاجين، والله سبحانه وتعالى يقول واما السائله فلا تنهر، اللي عنده واللي ما عنده واللي محتاج مش محتاج، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم به. السلام عليكم. سلام عليكم على خليفة، خبرك اتصلوا المجلس التنفيذي قبل قالوا لي ما في شاغر، وحين قالوا لي المؤهلات غير مطابقة، شو الحل؟ أخوك علي الرئيسي والجماعة في الدوام مشكورين ما قصرت. علي الرئيسي طبعا هو أبو البنت اللي هي من ذوي الاحتياجات الكفي اللي عندها إعاقة في السمع، ويقول اتصلوا في المجلس التنفيذي ومرة قالوا له كذا ومرة قالوا له كذا، والله ما أدري شو أقول لك يا علي، موضوع عندهم يا طويل العمر. السلام عليكم، شو أخباركم؟ الله يحفظكم. زين ويحفظ شيوخنا من كل شر، معزتكم غالية علينا أخواني، الله يخليكم ويطول في أعماركم بإذن الله. أخوك وأخواني أبو يوسف، تحياتي لك يا أبو يوسف، مشكور على التواصل يا أبو يوسف، جزاك الله خير، الله يخلي. زين جزاك الله خير يا احمد، اخوكم عبد العزيز، تحياتي لك يا عبد العزيز ومشكور على التواصل.
أنا إماراتي وعندي صديق سوري توني كلمته، هو حاليا في البلاد، يقول لي كل الأخبار اللي تسمعونها عن سوريا مفبركة ومعيودة في الأخبار، يعني الأمور عندهم طيبة. يقول أنا غار لما أروح زين، يذكر أحد الدول الخليجية المجاورة، يقول أنا غار لما أروح أي الدولة هذه يقصد، وأشوف كل الوظائف اللي فيها للمواطنين فقط. يا أخوي بعد ترى التعداد السكاني يلعب دور، لا تنسى أنت أي شيء بتقيسه قيسه على التعداد السكاني، دائما قيسه على التعداد السكاني، هذا واحد. ثاني شيء قيسه على الدخل، هل الرواتب في الدولة اللي أنت تذكرها يا أخي الفاضل نفس الرواتب عندنا؟ شوف أنت بتفهم قصدي. إنزين نقول له فيما تبقى من الوقت. ألو. ألو، يعطيك العافية أبو يوسف. يعافيك يا أخي، يا مرحبا. معك فراس من سوريا، مقيم بدبي. حيا الله فراس. يا هلا. يا مرحبا. غير فراس الثاني بس أنا. أدري 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 أدري, أدري أدري أدري. صديق للبرنامج عندكم كثير. يا مرحبا. والله نحن هلا أول شيء بدنا نوجه لك تحية من جروب السوريين بالإمارات، لأنه هلا صار الحديث على الجروب والناس وكلتك مو بس تحكي باسم السوريين، وكلتك انك انت واحد مننا وفينا. الله، ها ما في شك يا طويل العمر، انتوا اهلنا وجماعتنا واخواننا اخونا وابننا. هلا يمكن انت اكبر مني بالعمر بس ابن سوريا يعني. الله يبارك فيك. بس في عندي تعليق صغير. نحن يا ابو يوسف لما بيطلع، معلش مع احترامي للسيد احمد ولوضعه الصحي لو شو ما كان يكون، بس لما بيطلع حدي وبيحكي على التلفزيون او على البث المباشر بهيك طريقه، الناس بتاخذ فكره اولى انه السوريين ما بيساعدوا بعض. انا حابب اقول لك نحن في عنا جروب على الواتساب اسمه السوريين في الامارات، فيه اكثر من 32 الف مشترك. على الواتساب ولا على الفيسبوك قصدك؟ على الفيسبوك سوري. نعم. وفي عنا حالات عم بتصير، هي اكثر من صفحه صايره للسوريين عم بيساعدوا بعض. ما في حالة عم تجي من وظائف، من مساعدات، من مساعدات صحيه الى اخره. جميل. فالحمد لله نحن شايلين بعضنا. بس يا أخي في شغلي يعني نداء، أنت وجهته وحكيته ومشكور، وأنت دليل على أنك ابن أصل، حكيت باسم السوريين من غيرتك على السوريين. الله يبارك فيك. الله لا يدوقكم اللي دقنا. بس الحمد لله أنا بحكيك عن تجربة شخصية، أنا أخي موظف هون ومرته موظفة هون، ومرته معها ضمان الأمومي، تعرف أنت شو معنى ضمان الأمومي. نعم. ورغم هيك نزلها على سوريا، تولد بسوريا. ليش؟ لأنه زلمي قال يا أخي أنا ماني إدران شيل مثلا، بدي حدا يكون حدها، بتعرف. بأحسن مستشفى فاتت اسمه المستشفى الشامي في الشام. معروف هذا السوريين بيعرفوا كلياته، من أحسن المستشفيات بسوريا. كلف هالعملية كلياته 3000 درهم. سبحان الله. ماشي. تسجيل بالجامعة، ماشي، كلفنا 10000 درهم لمدة سنة. يا أخي نحن ما عتبنا أنه أنت محتاج على عيني وراسي. في صفحات للسوريين، في عندك سوريين كثير بيساعدوا. لا تطلعوا على الهواء ولا تحكموا، مو تقليلا بالشيء اللي عم يعملوه. والله الإماراتيين أولاد أصل، مو لا كولا. ما عليكم زود يا أخي، أنتوا أهل الشام يا أخي، معروفين. الرسول صلى الله عليه وسلم دعاكم، وأهل الشام أهل كرم وأهل جود وأهل خير يا أخي. نحن ما ننكر هالشيء والله. وكل أقول لك، وكل حلة فيها علة ترى. يمكن شوف، أنا دائما أقول هالكلام، كل بلد، حتى الإماراتيين لا أستثني أحد، الإماراتيين، الخليجيين، العرب، الأجانب، كل جنسية يا أخي فيهم ناس كذا وكذا، لكن لا يعني بأنه عمم على الشعب كامل. يا أخي أهل الشام أهل كرم وأهل جود ولهم وقفات، وهذا لا يمكن إنكاره. لكن يا أخي أنا والله قلبي يعورني يوم يطلع واحد مش محتاج يطلب لا أكثر ولا أقل. يعني انت يا ابو يوسف لما عم تحكي، ماشي، هلا الشيخ محمد قال انه كل اماراتي هو سفير لبلده بالخارج. نعم. او سفير لبلده بالداخل. نعم. خلي الناس كلها تتعامل بهذا الموضوع يا ابو يوسف. بلا ما نسمي، بس في جنسيات زلوا السوريين وشحدوا باسم السوريين، فما نجي نحن كمان نعطي على حالنا. نعم. بدك مساعد يا اخي، في صفحات السوريين بيساعدوا. بدك شيء مانك قدران هون، نزول على بلدك. لا في ناس بشغلتهم بس استسهلوا الموضوع. انا شغلي ما رح سميها للمخلوقة. بعدت على الجروب على السوريين. نعم. ماشي. وعندها مشكلة وساعدناها. واتصلت على ابو راشد. واخذت مساعدة من ابو راشد. ايوه. طيب ما حرام من الله هذا؟ ما حرام هذا الشيء؟ طيب ساعدناك واعطيناك اللي بدك اياه وجمعنا. هلا يا اخي بجوز ما نحن ما واحد دفع المبلغ كامل.
بس شو اللي عم بيصير؟ منه 500، مني 1000، منه فلان. ليه هذه ترى فاهمينها يا طويل؟ ساعدناكي ساعدناكي، ليش لا ترجع تطلع على على الهواء وتطلبي؟ معلش سوري بدي اقول لك كلمه، تشحدي انت، ما انك عم تسيئي بس لحالك، انت عم تسيئي لكل السوريين. لا تاخذي بهالكلمه. يطلع هلا واحد يقول لك يا اخي ليك السوريين على المباشر اشحادي مضينا. طيب هاي بتليه باسمنا يا ابو يوسف، انت ما زرت سوريا، ومش بس كذا، عفوا اخوي فراس، ولا بتعرف سوريا بايام الخير. ترى لو تفكر فيها بطريقه ثانيه على فكره، الصوت خف عندي خليفه. زين خلاص فراس ما في مشكله، لان الصوت ما اسمعك فيه. جزاك الله خير يا فراس، الرساله وصلت يا طويل العمر. الله يحفظك حبيبي، شاكر لغيرتك، شاكر لغيرتك ومن حقك يا طويل العمر، الله يحفظك. لا بالعكس انت والله ما بتقصر. لا لا عزيز الغالي، والله واجب، والله واجب. نتمنى ان شاء الله الامن والامان يسود كل البلدان العربيه والاسلاميه، ونتمنى كلهم يتكاتفون ويكونوا يد واحده. والله هذه امنياتنا. وبعمل لك باسمي وباسم الكل، بنشكرك على غيرتك وعلى وقفتك الوقف الحلو. اخوكم منكم وفيكم يا طويل العمر، والله واعز ان شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك. مع السلامه. يلا مع حياك حياك يا طويل العمر. يا جماعه الخير، اي واحد تاخذ الغيره والحميه على بلده وعلى اهل بلده وما يرضى، والله ابن الاصل ما يرضى. لكن ترى في ناس دائما يقول لك خليني اطلع له طلعه في عجاله. بس في دقيقه برويكم قصه واحد ما قلته. المهم ريال معروف، وهذا ما ابغى اذكر اي تفاصيل عنه، وهو شوي مصاحي يعني، قال لي ابو يوسف انا محتاج وما ادري. انا من خلال معرفتي يعني، قبل كنا نساعد، وعقب من خلال معرفتي شفت انه وايد عنده فلوس ووايد يعطونه وايد، لان حالته اصلا يعني اللي يشوفه يتبرع له ويعطيه، فانا اشوفه انه ياخذ اكثر عن حاجته. فالمهم قطعت وعد على نفسي انه ما راح اساعده باي شيء، باي مبلغ ما راح اساعده، حتى بعشر دراهم ما راح اساعده. المهم يعني الريال هذا في يوم من الايام، وتم عاد يسوي الحركات اللي يسويها وهذا، انا سويت عمري مش فاهم، وسويت عمري اني ما بساعد يعني. عقب كان يدلعها، قال لي ابو يوسف انا ما عندي كذا في البيت وهذا ابغي اكل. قلت له يا اخي يا فلان انت وين تودي الفلوس؟ قال لي لا لا انا عندي فلوس يعني اصرفها وما ادري كيف، وعندي ايتام اربيهم وما ادري شو. قلت له بسك عن الكذب، هو شوي مفصاحي. قلت له عن الكذب يا اخي حرام عليك، وين تودي الفلوس؟ قال المهم انت الحين بتعطيني ولا لا؟ قلت له ما بعطيك. قال لي اي شيء زين؟ قلت له والله ما بعطيك. قال لي يا ريال اي شيء؟ ازي عطني 10 دراهم بسير في التاكسي. قلت له حتى 5 دراهم ما بعطيك. المهم كان يقول زي ما ليش ما بتعطيه؟ قلت له ما عندي خرده. تم يفكر 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 شويه، عقب كان يقول لي زي كم تبغي خرده؟ قلت له ابغي 500. قال لي زي انا بعطيك خرده 500. قلت له زين هات الخرده. كان يطلع لي كل قنبميات يعني، وعنده تقريبا في حدود 800 900 يعني كذا كانت. كان مدي دي، قلت له زي هات، مديت دي. كان يقول لي ها 1 2 3 4 5. قلت له زين ها هاي 500، اعطيته 500. انا قلت بقص عليه يعني، كاني يعني اعطيتك شيء يعني. من استلمت عن ال 500 واستلم عني 500، قال والله 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 تعطيني واحده منهم والله. قلت له راح والله ولا تشوف درهم. فالشاهد يا اخوان ان الحين يوم تطلع حاله مثل هذه وتشوف حد يساعدها، ترى هذا يحرض الباجين. والكسب السهل عزيز على قلب كل واحد، منو ما يتمنى، كل واحد منو ما يتمنى ان يجلس في البيت وتجي فلوس، ولا بمكالمة أتي فلوس، ولا برسالة أتي فلوس. كلنا نتمنى، أنا واحد أول واحد منكم أتمنى يجلس في البيت وتجيني فلوس. فيوم الناس تشوف ترى هذا، أنا بعطيكم نبذة بسيطة حتى يوم تصير معانا في بعض الحالات يزاهم الله خير أهل الخير يساعدونا. والله العظيم ما تتخيلون كم من رسالة يعني، يطلع واحد الحين طلع واحد تكلمنا عنه وعارفين حالته وكذا وساعده، والله ما تتخيلون كم من الرسائل اللي تيني من بعد المساعدة هذه طلب مساعدات. اللي يبغي ملابس، اللي يبغي كتب، اللي يبغي رسوم دراسية، اللي يبغي علاج، اللي يبغي. طيب الحين انتو الريال يعني تساعد يعني، والله العالم بحالته، انتو ليش تطرشون؟ وانتو من يوم الصبح وين كنتو؟ الله المستعان. هذا يقول السلام عليكم بيوسف، بنشتكي على الذباب اللي في منطقة الدقداقة والهمهام. الذباب الحين ما حصلت شيء غير الذباب تشتكي عليه؟ كيف تشتكي على الذباب بعد؟ إذا خلنا الموضوع هذا باكر إن شاء الله. كيف تبغي المواطن يحصل على شغل؟ نسبة المواطنين في القطاع الخاص أقل من 1%. أنا وافد حصلت وظيفة براتب 3000، قالوا مواطن بعد أسبوع حصلت واحد متعين جديد من الجنسية العربية، وأنا من مواليد الدولة والزوجة مواطنة الأصل. المواطن أول بالوظيفة مهما قلت لهم، فيه وافدين عاشوا وتربوا في خير الإمارات وبعد راحوا أمريكا أو أوروبا يشترون جنسية
واولاد المواطنين خريجين جامعات ومليون خدمه الوطن ما مفهوم. أم سيف تحياتي لك يا أم سيف. في الختام تقبلوا تحياتي من التنفيذ التلفزيوني والإخراج الإذاعي كان المبدع خليفة العنزي، في الإعداد والتقديم كان معاكم يعقوب يوسف العوضي، من الأخبار كذلك عبد الباقي، واسمحوا لنا نزلينا أو خطأنا طبعا بدون قصد. وفي الختام مثل ما نقول دائما اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ رئيس الدولة نابع وحكام الإمارات وأولياء عهود شعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعنا وبس.